أهلا بكم مجددا بفيديو جديد. موضوع هذا الفيديو هو مجرد تشجيع لكم وتوضيح بعض المسائل النفسية التي تواجهكم أثناء عملية التعلم أو أثناء البدء بالتعلم أو أثناء العمل أو أي شيء متعلق بذلك. أنا اليوم سأتحدث فقط، فهو هذا مجرد حديث، وبمعنى آخر أني وضعت النقاط التي أريد أن أتحدث بها، لكن ربما يطول الحديث، ربما يكون قصير، لا أعرف، على الأغلب سيكون طويل لأنني وضعت عدة نقاط أريد التحدث بها. إذا كنت مبتدئ أنا أنصحك فعليا بأن تستمع إلي. يمكنك وضع الصوت في تشغيل الصوت والعمل، أو تشغيل الصوت والقيام بشيء آخر وأنت تعمل تسمعني، أو يمكنك التركيز معي وفقط تسمعني، لا مشكلة. الفكرة أن يجب أن تسمعني اليوم لأنني سأقول بعض النقاط المهمة التي قد تساعدك في مسيرتك، وأنا متأكدة أنها ستساعدك، ولكن مدى مساعدتك أو مدى استفادتك من كلامي يعود لك. ولكن اليوم أنا علي أن أتحدث، علي أن أقول هذا الشيء، وأتمنى منك أن تسمعني. طبعا ملخص النقاط التي كتبتها التي أريد التحدث بها اليوم، يمكنك أن تستمع لهذه النقاط مبدئيا وثم تقرر إذا أردت أن تستمع إلى كل الصوت أو كل التسجيل أو تستمع لجزء منه. إذن النقاط هي بداية، على الأغلب سيكون هذا الفيديو فيه تشجيع لك، فإذا كنت محبط، إذا كنت يائس، فهذا الفيديو سيساعدك أو هذا التسجيل سيساعدك. النقطة الثانية، أيضا سأتحدث عن نقطة لمن يقول أنا لا أعرف أين أذهب أو كيف هو الطريق أو كيف أبدأ أو كيف أستمر. أيضا نقطة أشعر أني بطيء، لمن يشعر أنه بطيء في التعلم أو في العمل أو إلى آخره. الموضوع الرابع هو أشعر أنني لا أفهم. والخامس، كيف تقيم نفسك؟ هل تقيم نفسك بناء على الأموال التي تأتيك نتيجة عملك، أو هل تقيم نفسك نتيجة الوظيفة التي قبلتك تم قبولك بها، أو هل تقيم نفسك بناء على رفض الوظائف لك؟ أنت لم يتم توظيفك في أي مكان فهذا يعني أنك فاشل، أو هل تقيم نفسك بناء على ماذا فعليا؟ على ماذا؟ على مدح الأستاذ في الجامعة لقدراتك، أم على شتم الأستاذ لقدراتك أو على نتائجك السيئة في الامتحانات؟ كيف تقيم نفسك؟ فإذا هذا الموضوع سنتحدث عنه. والموضوع السادس هو أهمية الالتزام والانضباط، وأيضا قد نتحدث عن موضوع العمر. إذا كنت صغير في السن أو كنت كبير في السن أو كنت متوسط العمر، فهل يعني انتهت الحياة بالنسبة لك؟ سنتحدث عن هذه المواضيع اليوم، فأتمنى أنك تستمع إلي كما قلت، لأنني سأتحدث عن كثير من الأمور. والسبب تسجيلي لهذا الفيديو هو أو تسجيلي لهذا الصوت هو أنني فعليا مهتمة لأمرك. أنا مهتمة للأشخاص، لأمر الأشخاص الذين فعليا يشعرون بحالة من اليأس والإحباط بسبب الظروف التي تحيط بهم، بسبب المشاكل التي تحيط بهم. أنا مهتمة فعليا لهم ومتعاطفة جدا، لأن يعني أشعر بذلك عندما أنت تكون لوحدك، تكون وحيد، لا تجد النصيحة، لا تجد من يرشدك للطريق الصحيح، لا تجد من يتحدث معك، لا تجد من يهتم لأمرك. أنا أتعاطف معكم فعليا، أنا أشعر بهذا الألم فعليا، ولذلك أنا أريد أن أخبركم هذه الأمور حتى تساعدكم على تجاوز مثل هذه العقبات. فمن باب الاهتمام لأمركم أنا أقول هذه الأمور، وليس من باب أي شيء آخر. فأيضا يهمني جدا أن أجد أشخاص ناجحين في هذه الحياة، ناجحين بالفعل ليس بالقشرة. يعني نحن نجد كثير من الناجحين في الحياة كقشرة فقط، كواجهة، كنجاح شكلي، بسبب لكن هذا هو شكلي، هذا نجاح شكلي، ولذلك هي حياتنا ليس فيها أي تقدم بشكل عام. كمجتمعات لا يوجد فعليا تقدم لدينا، لأن كل نجاحاتنا هي نجاحات شكلية وليست نجاحات حقيقية، ليست نجاحات جوهرية. فأنا يهمني فعليا أن تصنع أنت النجاح الجوهري لنفسك، لذاتك، لمسيرتك، وأيضا للناس الذين يحيطون بك، للمجتمع الخاص بك. وكما أقول دوما، العملية هي عملية تصحيح للذات بداية، وعندما تصحح ذاتك وكل شخص يصحح ذاته، يمكن أن نصحح ذاتنا جميعنا
ذاتنا التراكمية، ذاتنا الكلية، وبالتالي يمكن أن نصنع شيء كأمة واحدة. فهذا هو، هذه هي طريقة التغيير، هذه هي طريقة التقدم. التقدم يبدأ منك أنت. أنا مهتمة لأمرك لأنك أنت ستساهم بالتقدم إذا أردت ذلك. وأيضا يمكنك المساهمة بالفشل، ويساهمة بالخضوع، ومساهمة بالاستسلام إذا أردت ذلك. فأنت رأيك، قرارك، والمسيرة التي تتخذها في الحياة تؤثر ككل في الحياة ككل، تؤثر بها إن كانت قرارك سلبي أو كان قرارك إيجابي. فأنا أريد منك اليوم عزيزي المجتمع أن تتخذ قرار إيجابي في حياتك، وتستمر لتصنع ذاتك، وأيضا تساهم في حمايتنا جميعا جميعا، حماية المجتمع ككل، إنتاج مجتمع أفضل بسبب خياراتك الأفضل. فإذا هذا هو هذه المقدمة. فإذا لنبدأ. فبداية السؤال هو أن لا أعرف أين أذهب، لا أعرف أين أذهب، كيف أبدأ، كيف أعمل، كيف هو الطريق. إذا كنا نتحدث عن البرمجة، طبعا هذه القناة تتحدث فيها عن البرمجة، ف ربما تقول كيف أبدأ في هذه البرمجة، أو كيف أستمر، وأين أعود، وأين أذهب، وأين، وكل هذه التساؤلات. فإذا البداية بسيطة جدا، هو أن تجعل الأمور عفوية، أمور طبيعية. يعني مثلا إذا نظرت من النافذة الآن، ربما ستجد شجرة في الشارع موجودة، أو ربما لديك شجرة في المنزل، أو لديك حديقة في المنزل. عندما يتم زراعة هذه الشجرة، هذه الشجرة لا تخطط نفسها، الشجرة لا تخطط أن تصبح شجرة، هي فقط تنمو بشكل عفوي، بشكل طبيعي، تنمو وتصبح شجرة جميلة لها فوائد. فأنت يجب أن تسلك سلوك الشجرة، يجب أن نكون أشجار فعليا، وبمعنى آخر يجب أن نكون عفويين جدا في عملية البناء، وأيضا معطائين في العطاء، ولا نفكر كثيرا، لا داعي للتفكير كثيرا. فإذا لا أعرف أين أذهب، هذا يعني أنك تسأل، أنت تفكر كثيرا أين سأذهب. فعليك الانتقال من مرحلة التفكير فورا لمرحلة العمل. يعني لا أعرف أين أذهب، لأعمل، دعونا نعمل. ماذا يعني لأعمل؟ ماذا تفكر الآن؟ تفكر مثلا، هذا مجرد مثال، ربما أنت لست مهتم بالبرمجة، أنت تسمعني لكن لست مهتم بالبرمجة، لكن دعونا نأخذ البرمجة كمثال. أنت مثلا تفكر الآن، تقول أنا أريد أن أكون مبرمج مثلا، فكيف يعني، ماذا علي أن أفعل، ماذا علي أن أبدأ، هل أدرس اللغة رقم واحد، اللغة رقم اثنين، اللغة رقم 10، ماذا أفعل، هل أذهب لتطوير الويب، أم أذهب لتطوير التطبيقات، أم أذهب لتطوير الفضاء. فإذا أنت تسأل كثيرا، وتسمع فلان يقول أن اللغة الفلانية هي الأفضل، وهي التي ستجلب الأموال، وهي التي يطلبها السوق، وهذه القصة. طبعا أنا دائما أكره هذه الطريقة بالتفكير، لكن هي الطريقة الموجودة حاليا، هو أن سأتعلم اللغة التي تخدم السوق حتى أتوظف وأجلب المال. لا أنتقد أي شخص يقوم بذلك، بالنهاية نحن نريد أن نعيش، نريد أن نجلب المال، ونريد أن نعيش بكرامة، فلا مشكلة بهذا التفكير، لكنه لم يكن تفكيري أبدا. ولا أفضل أن يكون تفكيرك أيضا إذا كنت تريد أن تحقق النجاح الجوهري. فإذا ماذا أفعل؟ ماذا أفعل إذا كنت تنتقدين هذه الطريقة أو لا تفضلينها؟ ماذا أفعل؟ بكل بساطة انتقل لمرحلة العمل. ما هو الشيء الذي تجده أمامك؟ الشيء الذي تجده أمامك، كتبت الآن ملاحظة أريد التحدث عنها بعد قليل. ما هو الشيء الذي أمامك؟ وجدت مثلا أمامك تطوير التطبيقات، فورا إلى العمل، تطوير التطبيقات. لا تفكر مرة أخرى، انتهينا، انتهينا. أمامك تطوير التطبيقات، انتقل إليها، لا تفكر، لا تفكر، اذهب لتطوير التطبيقات. والآن السؤال الثاني، كيف أبدأ بتطوير التطبيقات؟ طبعا أنا ليس لدي أي علم بالمناسبة عن تطوير التطبيقات، فطرحت مثال سيء لا أستطيع التكلم عنه، لكن على سبيل المثال أنا فعليا لا أعرف تطوير التطبيقات، و نظرت أمامي، أردت تعلم تطوير التطبيقات. ما هي الخطوات التي سأقوم بها؟ سأبحث على الإنترنت بكل بساطة كيف أقوم بالبدء بتطوير التطبيقات. أول رسالة تأتيني، أول نتيجة تأتيني، مثلا تعلم مثلا إكس، سأذهب وأتعلم إكس، فورا أنتقل للعمل.
فإذا فورا للعمل، فورا انتقل للعمل، لا تفكر كثيرا. طيب هذه نقطة، فإذا هذه نقطة رجاء دونها بجانبك، انتقل للعمل مباشرة. فإذا النقطة رقم واحد لا تفكير، انتقل للعمل مباشرة. فإذا هذه النقطة رقم واحد، لكن لا هذه النقطة لا تكفي لأنه يجب أن نشرح أكثر عنها. عفوا سنتحدث الآن، دعونا نبقيها، دعوني أدونها أنا أيضا حتى تكون الأفكار مرتبة لدينا. فإذا الآن أنا سأكتب هذه الفكرة حتى دائما نكون نحن، يعني أنا وأنتم، أنا أتكلم وأنتم تستمعون، نكون على مسافة واحدة. فإذا انتقل للعمل مباشرة لا للتفكير. فإذا ممتاز، إذا هذه النقطة رقم واحد. الآن فاصل إعلاني أو فاصل لنقطة أخرى، هو أن الآن ستقول لي ليس لدي الوقت، أنا أريد التعلم بسرعة. فإذا التعلم بسرعة وليس لدي وقت، والحياة تسير وأنا يعني لدي وقت محدود ويجب أن أقوم بالأمور بسرعة و. فإذا نعود للمثال الأول، نحن نريد أن نكون أشجار، هذا هو المثال الأول، نحن نريد أن نكون شجرة، والشجرة تنمو بعفوية بشكل طبيعي. الشجرة لا تسأل، لا تقول أن ليس لدي وقت. بعض الأشجار تأخذ 3 سنوات حتى تعطي ثمار، بعض الأشجار تأخذ وقت أقصر، بعض الأشجار تأخذ وقت متوسط، كل شجرة لها وقتها. لكن الشجرة مع نفسها لا تتساءل وتقول يا ليتني شجرة برتقال، يا ليتني شجرة تفاح، لا تسأل، لا تقول هذه المواضيع، لا تدخل الشجرة بالمقارنات. وبالتالي أنت ليس عليك أن تدخل بموضوع المقارنات وموضوع التنافس والتسارع، أنا يجب أن أكون سريع. أريد أن أقول لك شيء، معلومة هامشية أيضا سأكتبها الآن على ملاحظاتي وأن تكتبها على في ملاحظاتك، وهي السرعة. طبعا المثال أخذناه في المدرسة، تتذكرون في السرعة الندامة وفي العجلة الندامة وفي تأني السلامة، نفس الفكرة، عندما تسرع أكثر فأنت تبني أساس غير سليم، وهذا الأساس الغير سليم سيتم تهديمه في وقت لاحق، وثم عليك أن تقوم بإعادة بنائه. لكن إذا أنت بدأت ببطء، أو دعونا لا نسميه بطء، دعونا نسميه السرعة المناسبة لنا. يعني مثلا شخص ربما يقرأ صفحة في الكتاب ويفهمها بساعة، هذه سرعته المناسبة. شخص آخر يمكن أن يقرأها مثلا بربع ساعة ويفهمها، شخص آخر يمكن أن يحتاج يومين ليفهمها، ولكن بالنهاية الغرض أن الجميع يفهمها. فخذ سرعتك المناسبة، لا تحكم على ذاتك، لا تحكم على يعني لا تعطي ليبلز، يعني عنونة، لا تعنون نفسك أنا بطيء أنا سريع. طبعا هذه نقطة أيضا أردت أتحدث بها لاحقا، لا تعنون نفسك، لا تقول أنا بطيء وأنا سريع وأنا لا، أنا آخذ وقتي، أنا آخذ السرعة المناسبة حتى أفهم، أنا أبني أساسي، أبني أساس معرفتي، أنا أبني الأساس الذي أريد، أساس هدفي. فبالتالي إذا أخذت مثلا يوم، يومين، شهر، سنة، سنتين، بعض الأشخاص يأخذ 5 سنوات أو أكثر و10 سنوات، ماذا يعني ذلك؟ هل يعني أنه هو خسر من عمره 10 سنوات؟ لا، هو قام ببناء قوي خلال 10 سنوات، هذا البناء القوي سيستفيد منه خلال 20 سنة القادمة، بغض النظر عن الموضوع برمجة غير برمجة. يعني منذ فترة كانوا يتحدثون عن، ليس منذ فترة، يعني وقت عندما حدث انفجار بيروت، انفجار بيروت الذي حدث في المرفأ بصوامع القمح وما لا أذكر، فقالوا أن بعض الصوامع بقيت بسبب البناء لها. وأيضا وقت زلزال تركيا أيضا هنالك بناء، يعني لا، بالرغم من حدوث الزلزال البناء بقي ثابت بالرغم من تحطم كل الأبنية التي حوله، لأنه بناء قوي. فما هو الجهد الذي تم وضعه في هذا البناء حتى بقي حتى مع زلزال؟ فأنت تريد أن تبني نفسك، حتى لو كانت البراكين تحدث من حولك، أنت ستبقى ثابت، ستبقى هادئ وتكون معرفتك ثابتة. تذكر أن الذي يستند لأساس ضعيف
أي عاصفة تحدث سيذهب، ليس أي عاصفة، حبة ريح بسيطة سيذهب، ذهب مع الريح كما يقولون. أما الذي يبني أساسه قوي، لو حدثت الزلازل والعواصف سيبقى ثابت، سيبقى موجود لأن سنده قوي، لأن قدميه على الأرض. فإذا هذا الشيء الذي يجب أنت أن تفكر به. فإذا بخصوص الوقت، الوقت كلمة أنا أريد أن أكون سريع، أنا أريد أن أكون لا أعرف ماذا، هذه الكلمة يعني بالنسبة لي أنا تأتي من شخص ليس واعي كفاية، ليس واعي كفاية، شخص متسرع، شخص متهور، شخص يظن أن وقته من ذهب، وفقط عندما يكون وقت التعلم، يعني وقت التعلم وقته من ذهب. يعني أنا متأكدة متأكدة من يريد أن يتعلم بسرعة هو نفس الشخص الذي يقضي معظم وقته بأشياء غير مفيدة، إن كانت مشاهدة فيديوهات ترفيهية ليس لها علاقة بالتعلم، أو مثلا الحديث مع الأصدقاء أو الذهاب إلى الخارج، أو يعني يقضي معظم وقته بشيء غير مفيد. لكن عندما يأتي وقت التعلم فهو يريد أن ماذا؟ يريد أن يتعلم بسرعة. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا الشخص فعليا، هذا الشيء الذي نتحدث عنه نجاح شكلي وليس نجاح جوهري. فإذا النجاح الشكلي أن شخص مثلا يتعلم بسرعة وربما يصل لإنجازات، يعني تعلم بسرعة، أقصد تعلم بسرعة دون الانتباه للأساسيات وبشكل متهور، وعندما جاء وقت التطبيق طبق، يعني شكرته الناس على عمله أو استفادت نوعا ما الناس من عمله، لكن بعد سنوات سيظهر عمله، كحال الأبنية التي نراها في وقتنا الحالي. يعني أبنية، نحن نعيش في أبنية، لكن أي زلزال سيأتي سيذهب البناء كله كما حدث في تركيا. هذا مجرد مثال. لماذا؟ بكل بساطة لأننا نحن بنينا بناء لكي نعيش به مبدئيا، أو المهندس الذي بناه، لسنا نحن من بنى البناء، استخدم أدوات رخيصة وقام بالبناء الغير متقن والغير تابع للشروط السلامة. وما الذي حدث فعليا؟ في أي نكبة، في أي عاصفة، ذهب المنزل كله. طبعا هذا مجرد مثال. فأنت مثلا كيف يمكن أن يؤثر عليك هذا الموضوع؟ أنا أقول لك كيف يمكن أن يؤثر عليك في مجال البرمجة. مثلا أنت تتعلم بسرعة وتعلمت كل شيء بسرعة بشكل تهوري. أنا لا، يعني إذا كنت تستطيع التعلم بسرعة وفهم الأمور هذا ممتاز، لكن إذا أنت تعلمت بسرعة بشكل تهوري ولم تأخذ وقتك بتعلم الأمور، بكل بساطة يمكنك أن تنشئ برنامج يعني يعني جيد، متوسط الجودة أو ضعيف الجودة يمكنك إنتاجه. الشخص الذي أنتجت له البرنامج سيكون سعيد بإنتاجك، سيشكرك، سيعطيك المال، ممتاز. هل يعني هذا نجاح شكلي لك وليس نجاح حقيقي؟ لأن مثلا البرنامج الذي أنتجته لم أنت تتخذ فيه مثلا شروط الأمان، مثلا لم تقم بفاليديشن، لم تقم بسينيتايزيشن، لم تأخذ بعين الاعتبار أن هنالك شيء اسمه هاكرز ويمكن أن يدخل البرنامج عليك أن تكتب كود ناجح. لم تأخذ ببالك هذه الأمور. لماذا؟ لأنك تهورت بفهم الأمور. أنت فقط بالنسبة لك البرنامج أن تقول مثلا كذا وكذا وأن يكون شكله جميل وانتهينا. فما الذي سيحدث فعليا؟ في لحظة ما عملك كله سينتهي، في لحظة ما عملك كله سيذهب. وهذا مثال بسيط مثلا على مواضيع البرمجة. مثلا مثال آخر، مثلا أنت تهورت بعملية التعلم، فقط ظننت أن التعلم هو مثلا أن تسرد المقالات على الشاشة، وشاهدت مشروع فيه سرد المقالات على الشاشة وقمت بتقليد المشروع، فهمت مثلا 40% منه وكنت تعلمته في يوم واحد وصنعته في يوم واحد 40 مقالة. أنت لم تصنعه فعليا، أنت تتبعت الفيديو الذي يصنع هذا وقمت بالتكرار، لا ضير بذلك، لا مشكلة بذلك، لكن أنت كنت متسرع وتعلمت بيوم واحد ورفعت الكود مثلا، أو لم ترفعه، نقول لديك نسخة منه. فماذا فعلت أنت؟ بكل بساطة لم تتعلم الأساسيات في يوم واحد، مستحيل أن تتعلم الأساسيات أو حتى في أسبوع. ومثلا بنقرة بسيطة حذفت هذا البرنامج لأنك لم تقم مثلا برفعها على جيت المستودع الكود. فما الذي سيحدث؟ ذهبت نسخة البرنامج، عليك الإعادة مجددا. فإذا هذا خطأ بسيط لأنك لم تعلم الأساسيات. الأساسيات عندما تكون هذا
وعندما تتعلم بهدوء، يعني أنا مثلا خلال الفيديوهات الطويلة يعترض عليها البعض، يقول يجب أن تكون فيديو 15 دقيقة. الفيديو أنا بالنسبة لي الفيديو ليس لترفيهك، أنا لا أرفهك بالفيديو الذي أقوم بإنشائه. أنا أشرح لك نقطة يمكن غيري أن يشرحها بثواني وأن أشرحها بعشر دقائق، لكن لكل شيء ضريبة، لكل شيء ضريبة. عندما شخص يقوم بتلخيص لك المعلومات كلها بفيديو واحد، هذا ممتاز، هذا شيء جيد، هذا شيء رائع. إذا أردت تصفح المعلومات يمكنك مشاهدة ملخصات عنها، لكن لا تعتبر نفسك أنك فهمت، لأنها اسمها ملخصات أصلا، أو اسمها كورس مختصر أو كورس سريع، ليس اسمها شرح مفصل. هذا أنت تعطيك فكرة، أنا لا أعطيك فكرة. أنا عندما أشرح الفيديو مثلا أشرح النقطة أقول لك انتبه لكذا، انتبه للنسخ الاحتياطي، انتبه لهذا، هذا خطأ أنا كتبته لكنه خطأ، نحن نسير ببطء قليلا قليلا، ووضح كل هذه الأمور. هذه الأمور لا يعجب بها أصحاب التعلم السريع، لأنهم يعتبرونها كلام زائد وكلام ليس معنى له معنى. يعتبرون أيضا موضوع الموضوع البرمجة مثلا، دعونا ندخل بموضوع آخر، موضوع البرمجة يعتبرونه أن أنا أتعلم مثلا تقنية ما فأنا فقط في هذه التقنية فقط. يعني مثلا أنا أتعلم مثلا نيكس جي اس، مثلا أنا أتعلم نيكس جي اس فأنا فقط أريد تعلم نيكس جي اس، أنا فقط بنيكس جي اس. ومن قال لك ذلك؟ ومن قال لك إذا كنت في نيكس جي اس ستبقى في نيكس جي اس؟ أنت في نيكس جي اس وستتعامل مع قواعد البيانات، أنت في نيكس جي اس ستتعامل مع اي بي اي، أنت في نيكس جي اس ستتعامل مع أكثر من موضوع وأنت في نيكس جي اس. فلأن الصورة الكاملة تفترض عليك تعلم أكثر من موضوع، وبالتالي فكرة أن تتعلم بسرعة أو أن تشاهد ملخصات، هذه فكرة رائعة إذا أردت أن تتصفح، لكن لا تعتقد أنك تتعلم بسرعة، لأن التعلم سيأخذ وقته. أردت ذلك، رفضت ذلك، لم يعجبك ذلك، قلت أن نحن في عالم متسارع، قلت أن لا أعرف ماذا هو العالم، لكن أنا أعرف فقط أن العالم هو نفسه، قواعد العالم هي نفسها، قواعد الطبيعة هي نفسها. فأنت أريد منك يعني تحديدا إذا كنت صغير بالسن تسمعني الآن، أن لا تنغر بالتسارع والتطور الذي يحدث الآن وتعتقد أن كل شيء بسرعة، لأن قواعد العالم لم تنتهي، لم تتغير، قواعد الطبيعة لم تتغير. فحتى أنت تنجز الأمور فعليا وتحقق نجاح جوهري مرة أخرى وليس نجاح شكلي، فعليا نفس القواعد التي اتبعها نيوتن قبل مئات السنين عليك أن تتبعها، نفس القواعد التي اتبعها علماء المسلمين في العصر الذهبي عليك أن تتبعها، نفس القواعد، لم يتغير شيء. لا تعتقد أن العالم تسارع يعني تغير، لا تعتقد أن مثلا شخص ذهب ومثلا قام بإنشاء حساب على التواصل الاجتماعي وأصبح يتكلم أشياء عفوا سخيفة وليس لها معنى وحقق جمهور والناس اتبعته وجلب الأموال، يعني هذا كله، هذا ما نسميه نجاح شكلي. ليس هذا النجاح الذي أريده منك أو الذي أنت تستحق أن تقوم به أو لديك الحق أصلا أن تقوم به. عليك أن تقوم بنجاح حقيقي، أنت يمكنك ذلك. بدون أن أعرفك، أنا لا أعرف من أنت، لا أعرف ما هو عمرك، لا أعرف أين تسكن، يمكنك أن تسكن في جزيرة في المحيط الهندي، لا أعرف، لكن أنا أعرف أن يمكنك أن تقوم به باتباع الخطوات وبالاستناد لأساس قوي. عندما تستند لأساس قوي يمكنك القيام بأي شيء، وهذا ليس مجرد تشجيع، يعني أنا أشجعك وألاطفك أو شيء، لا، هذه هي الحقيقة. أوضح خلال هذا الفيديو أو هذا الصوت لماذا هي الحقيقة، وأنت يمكنك الحكم بذاتك، الحكم بنفسك إذا كانت هذه الحقيقة أم لا. جيد، فإذا بعدنا بنفس النقطة، ما زلت بنفس النقطة، الوقت، أريد أن أتعلم بسرعة، انسى هذه الفكرة من بالك. أنت كنت تفكر الآن انتقلت للعمل والآن تريد أن تعمل بسرعة، لا، انسى هذه الفكرة من بالك، امسحها من بالك، لا أريد تعلم بسرعة، أريد فقط أن آخذ وقتي بالتعلم، أريد أن أتعلم الاستماع. وحقيقة حقيقة يعني
أنا أقوم مثلا بالقناة هذا بفيديوهات طويلة، وفعليا أنا أستمع لفيديوهات طويلة جدا، يعني ربما عندما أتعلم مثلا شيء ما حول، ما زلت أتعلم حول، تعلمت وما زلت أتعلم حول مواضيع مختلفة، فمستعدة أن أسمع فيديو 4 ساعات، أن أجلس 4 ساعات وأستمع للفيديو كامل، طبعا إذا كان فيديو له معنى ومفيد فأنا مستعدة أن أستمع وبالدقة لمدة 4 ساعات أو حتى 9 ساعات، ربما أشاهدها على عدة أيام وأشاهد حتى أتعلم. الفكرة لست أنا أتحدث عن نفسي، الفكرة من يريد أن يتعلم فعليا عليه أن يأخذ الوقت، عليه أن، تريد أن تتعلم، تريد نجاح حقيقي، عليك أن تعطي من وقتك، عليك أن تعطي من جهدك. وهنا نأتي لفكرة أخرى من القوانين الحياة التي لم تتغير، هي أن لكل شيء ثمنه، لكل شيء ثمنه، وهذا القانون موجود حتى في الفيزياء، أليس يقولون الطاقة لا تخلق ولا لا تفنى ولا تخلق ولا تستحدث من العدم، اعذروني إذا قلت بشكل خاطئ، بمعنى آخر أن الطاقة التي تحدث، الطاقة الموجودة لدينا هي طاقة متبادلة، يعني مثلا عندما ينزل هذا الشيء يعني من المدرسة، إذا نزل مطر على البحر، البحر سيتبخر، المياه البحر ستتبخر وسترتفع وسيكون هنالك غيوم وسيتساقط المطر، ثم سيتساقط بالنهر، ثم سيعود للبحر، بمعنى آخر هي دورة. وأيضا الأشياء التي أنت كإنسان تحصل عليها وتقدمها هي أيضا دورة، هي أيضا شيء، أنت تعطي وأنت تأخذ، أنت تعطي أنت تأخذ، أنت تأخذ أنت تعطي، فبالتالي إذا أردت أن تحصل على شيء عليك أن تدفع ثمنه، لا يوجد شيء مجاني فعليا. فهنا أيضا نتحدث عن موضوع التعلم بسرعة، تعلم بسرعة لن تفهم بشكل جيد، يعني بكل بساطة أنت لم تعطي التعلم وقتك، والتعلم لم يعطيك الأساس، التعلم لم يعطيك السند، أو التعلم لم يعطيك الأرض الصلبة لتقف عليها لأنك لم تعطي الوقت. فإذا أردت من العلم أن يعطيك الأساس، إذا أردت من العلم أن يعطيك الأرض الصلبة التي تريد أن تمشي عليها بثبات، فعليك أن تعطي. وماذا عليك أن تعطي؟ تعطي شيء، ما الشيء الذي أنت مستعد أن تقدمه؟ مثلا هل تريد أن تعطي وقتك؟ هل تريد أن تعطي جهدك؟ هل تريد أن تعطي مالك مثلا؟ ماذا تريد أن تعطي؟ فأنت وازن الأمور بنفسك، ما الثمن الذي أنت تريد أن تدفعه؟ فعليك أن تفكر بالثمن الذي أنت مستعد أن تدفعه، وثم تدفعه، وثم ستحصل على الشيء، وهذا شيء أيضا من القانون الذي لم يتغير، هو أنك ستحصل على الشيء، ليس الذي في بالك، ولكن الشيء الذي الطبيعة ستحكم أنك أنت أعطيت هذا، فأنت عليك أن تأخذ هذه النتيجة، فستحصل على نتيجتك، فلا يوجد عمل بدون نتيجة، لأننا مرة أخرى من قوانين العالم، نحن نعيش في عالم السببية، يعني العالم الذي فيه سبب، سبب ونتيجة، يعني لا يمكن أنت أن في نتيجة معينة بسبب سبب معين، وأنت ستحدث سبب معين ستحصل على نتيجة، يعني إذا جلست أنت وتعلمت ستحصل على نتيجة، إذا تعلمت بسرعة ستحصل على نتيجة، إذا تعلمت ببطء ستحصل على نتيجة، إذا قدمت وقتك لموضوع فلاني ستحصل على نتيجة، قدمت وقتك لموضوع سيء ستحصل على نتيجة، قدمت وقتك لموضوع جيد ستحصل على نتيجة، فإذا كل هذا، يعني مثلا إذا الآن قمت دخنت الآن وبدأت بعادة التدخين مثلا، ستحصل على نتيجة بالتأكيد، ستضر صحتك في المستقبل. إذا أنت مثلا قررت أن تأكل أكل صحي ستحصل على نتيجة معينة، ليس يعني نحن لا نعرف ما هي النتائج، لكن دائما ستكون هنالك نتيجة، وعليك أن تثق أن العمل الذي تقوم به له نتيجة. ما هذه النتيجة؟ فالله سبحانه وتعالى يقرر ما هو الشيء الذي سيعطيك إياه وكيف سيعطيك إياه، فهذا موضوع متعلق يعني بالقدرة الإلهية، أو ليس عليك التفكير بالنتيجة. فإذا هذه الفكرة رقم، لا أعرف أي رقم، لكن اكتبها، ليس عليك التفكير بالنتيجة، عليك أن تؤمن أن هنالك نتيجة، لكن ليس عليك التفكير بالنتيجة. ما هي النتيجة؟ هذا ليس من شأنك، النتيجة الله يحددها، لست أنت، القوانين تحددها طبيعية، لست أنت. فالشيء الذي عليك، النقطة الأولى التي كتبناها إذا كنتم تتذكرون، كتبنا انتقل للعمل مباشرة لا للتفكير،
النقطة الثانية هو أن اترك الأمور بسيطة، دعنا نكتبها، اترك الأمور طبيعية، فإذا الأمور أو خذ السرعة المناسبة، دعونا نقول خذ السرعة المناسبة لإنتاج الأمور. وأيضا رقم ثلاثة أن لا تفكر بالنتيجة، فإذا اكتب لا تفكر بالنتيجة، فقط اعمل، فقط قم بالعمل، لا تفكر بالنتيجة. طبعا لا تأخذ فكرتي الآن بسلبية، أن مثلا تذهب مثلا وتقود السيارة بسرعة وتقول لا تفكر بالنتيجة، لا لا أقصد، لا أقصد لهذه الدرجة، يعني قصدي، أقصد واضح، أعتقد قصدي واضح بموضوع لا تفكر بالنتيجة. بمعنى آخر، إذا أنت جلست مثلا وتعلمت مثلا لمدة ساعتين كل يوم، فأنت لا عليك أن تؤمن أن هنالك نتيجة، لكن ما هذه النتيجة؟ نتيجة التعلم أنت لا تعرف، أو ليس لك علاقة بهذا الموضوع، وليس عليك أن تفكر بها. فأنت بمعنى آخر تضع النية، النية أنا أريد أن أتعلم مثلا، أريد أن أبدأ بتعلم الشيء الفلاني، أريد أن أتعلمه مثلا لغاية إيجابية. دعونا نجعل النوايا لدينا صافية ونقية، فإذا لا نريد أن نتعلم بسبب الغيرة، بسبب الحقد، بكل هذه الأمور، لا، نحن نريد أن نتعلم لأجل العلم، نريد العمل لأجل العلم والعمل لأجل المجتمع الذي يحيط بنا، من أجل أن نحسن من ذاتنا، نحسن من ما حولنا. فإذا هذه النية، دعونا نبقي هذه النية صافية نقية، ونتمنى وندعو الله أن نتيجة أعمالنا تكون نتيجة جميلة، لكن بالنهاية الله يقدر، نحن نقبل التقدير ونحن سنقوم بالعمل، هذا الشيء الذي سنهتم به. فإذا هذا هو الفكرة، أن لا نهتم بالنتيجة، نعمل لكن لا نهتم ماذا سنحصل، لأن مجرد أن ننتقل، عفوا يعني أنا أطلت بهذه الفكرة، مجرد أن نركز على النتيجة انتقلنا للعالم، انتقلنا للحضارة المادية، لأن الحضارة المادية تقول شيء، أن إذا أنت تريد أن تفعل، تحصل على شيء، تريد أن تعمل لأجله، أو بمعنى آخر أن لا تفعل شيء إذا كنت لن تحصل على شيء في المقابل، شيء مادي. يعني أنا مثلا ليس لدي مثال حاضر واضح بذهني، لأني أعرف أي مثال سأطرحه سيفهم بشكل خاطئ، لكن مثلا، يعني مثلا أنا وجدت شخص في الشارع أريد أن أساعده، لن أساعد هذا الشخص إلا إذا فكرت أن هنا سأحصل على شيء في المقابل، لكن نحن بطبيعة الحال نصرف بهذه الطريقة، نحن نساعد الناس دون أن نحصل على شيء مقابل. مثلا أنا أسجل الآن هذا الفيديو، أنا فعليا يعني أريد المساعدة، أريد المساعدة، أريد أن أنقل ما لدي من أفكار، من معلومات لديك، حتى أنت تستفيد منها. إذا ما هي الفائدة التي سأحصل عليها من هذا الفيديو؟ فعليا يعني الدخل الذي يأتي من اليوتيوب ليس دخل أبدا، يعني كبير، أبدا أبدا، يعني ليس دخل يمكن أن نتحدث فيه. ويعني المشاهدات، تعرفون المشاهدات في هذه القناة ليست مشاهدات يعني عالية، فإذا ما الهدف؟ أنا لماذا أنا أقوم بهذا؟ أنا فقط أقوم لغاية المساعدة، هذه النية التي لدي الآن بتسجيل هذا الفيديو. ما هي نتيجة هذا الفيديو؟ لا أعرف، ربما شخص واحد يسمعني ويقوم بعمل جيد في حياته، أنا لا أعرفه ولا أعرف ماذا قام، لكن أنا سأكون سعيدة مبدئيا في قانون الله، ويعرف أنني ساهمت لحبقة بشكل بسيط بتقدم الأمور للأمام، تقدم هذه الحياة للأمام. فإذا بمعنى آخر، أنا لا أفكر بالنتيجة، النتيجة يمكن أن تكون سيئة، ممكن أن تكون حسنة، لكن لا أفكر كثيرا بموضوع أن ما هي نتيجة هذا الفيديو، أنا فقط الآن أفكر أنني أريد تسجيل هذا الفيديو، أريد إيصال الفكرة للناس وفقط، لا أفكر بالطريقة المادية. أنا لن أقول هذا الشيء إلا إذا اشتريت الكورس الخاص بي، أو إلا إذا دفعت لي أو تبرعت لي فأنا سأساعدك، لا، لا أعمل أنا بهذه الطريقة. وأنت ليس عليك، إذا أردت نجاح حقيقي ليس عليك التعامل بهذه الطريقة، الطريقة هي أن تضع النية الحسنة في القلب وأن تعمل، والنتيجة الله يحددها، ولست أنت من يحددها، أنت تحدد العمل، وبتوفيق من الله سيساعدك على العمل. فإذا هذا، انتهينا من هذه النقطة. هنالك عدة نقاط فعليا، لكن أي نقطة نتحدث؟ هل نتحدث عن أهمية الالتزام والانضباط، كونه له علاقة بموضوعنا، أهمية الالتزام والانضباط. طيب، الالتزام والانضباط، طيب كيف أعمل؟ ما هي الطريقة التي أعمل بها؟ أنا قررت مثلا على سبيل المثال
قررت تعلم التطبيقات أو بدأت تعلم التطبيقات، وجدت أن يجب أن أتعلم إكس حتى أبدأ. طيب كيف أسير؟ ما الشيء الذي أفعله؟ كيف أسير كشجرة؟ كيف أكون شجرة؟ أخبريني كيف أكون كشجرة؟ فكيف تكون كشجرة هنا؟ فعليا عليك أن بكل بساطة أن تكون ملتزم ومنضبط في هدفك، في عملك. الالتزام والانضباط هو الأساس. بمعنى آخر، طبعا عفوا للضجيج، أحيانا تمر الطائرات ويحدث ضجيج، وأنا على الأغلب لن أقوم بتعديل وقص هذا الفيديو، فسيكون كما سجلته، سأرفعه على الإنترنت، على اليوتيوب يعني. فإذا نعود لموضوعنا، أهمية الالتزام والانضباط. فماذا يعني الالتزام وماذا يعني الانضباط؟ فبكل بساطة، إذا أنت تريد تعلم التطبيقات على سبيل المثال، فبكل بساطة عليك أن تعطي من وقتك لهذا الموضوع. كيف أعطي من وقتي؟ بكل بساطة عليك أن تجلس أمام الحاسوب كل يوم، كون هذا موضوع برمجة. إذا أردت مثلا تعلم الزراعة، عليك أن تجلس في المزرعة كل يوم، صحيح؟ إذا أردت أن تعلم النجارة، عليك الجلوس في المحل كل يوم، محل النجارة، صحيح؟ فده نفس الفكرة. فاذهب للعمل مباشرة، اذهب يعني هو تعلم وعمل. لاحظوا، أنا أجد العمل والتعلم اثنين مرتبطين معا، لا يوجد فرق بين الاثنين على فكرة، لا يوجد فصل بين الاثنين، لأن حتى في العمل نحن نتعلم، وحتى في المدرسة نحن نعمل، فالموضوعان متعلقان ببعض. فمع يعني هل صحيح قلت متعلقين؟ العمل والعلم، العلم والعمل. فالفكرة الآن عليك أن تباشر العمل بشكل حقيقي. فبكل بساطة مثلا أنا أتعلم التطبيقات، حدد مبدئيا إذا أنت حسب الآن مستواك، ما هو مستواك؟ بمعنى آخر، ما مدى انضباطك والتزامك بالحياة؟ فإذا كان مدى التزامك هو زيرو، أنت لم تلتزم بشيء، لم تنضبط أبدا، لم تفعل أي شيء، فعليك أن تبدأ من الزيرو فعليا. فماذا يعني ذلك؟ عليك أن تجلس كل يوم لمدة نصف ساعة تباشر بها بالعمل، بتعلم التطبيقات. فهذه الفكرة يعني جدا مهمة، الانضباط. حاول أن مبدئيا إذا كانت خبرتك مع الانضباط والالتزام زيرو، فحاول أن تقوم كل يوم مثلا نصف ساعة أو ساعة بالعمل الذي أنت قررته بأي وقت. يعني مثلا قمت بها ساعة، قمت بالدراسة مثلا الساعة 8 صباحا، 1 مساء، 1 ظهرا، يعني 6 مساء، بأي وقت لا مشكلة. لكن إذا أردت أن لديك خبرة مع الالتزام والانضباط، تريد الالتزام أكثر، فما عليك إلا بكل بساطة هو ماذا أن تفعل. عليك بكل بساطة أن تحدد الوقت، تلتزم مع الوقت. يعني ماذا يعني؟ يعني مثلا كل يوم الساعة 6 مساء للساعة 7 مساء سأقوم بالعمل الخاص بي، يعني لمدة ساعة أنا سأقوم بالعمل الخاص بي. فإذا كل يوم، لاحظوا، حددت الوقت وحددت المدة الزمنية. ما هي المادة التي سأدرسها خلال هذه المدة الزمنية؟ أي كتاب أمامك خاص بالموضوع، أي فيديو أمامك خاص بالموضوع، أي كورس أمامك خاص بالموضوع، ابدأ به. لا تفكر أي شيء، أي شيء، لاحظوا أعزائي، أي شيء تقرأه، أي شيء تتعلمه، أي شيء، أي جملة تقرأها في الطريق، في الطريق، لافتة في الطريق قرأتها، وجملة قرأتها، هذه تزيد من علمك ومعرفتك ومن خبرتك. فلا داعي أن تفكر كما يقول لك، يعني مع احترامي للجميع، يقولون تعلم كذا وتعلم كذا وافعل كذا، وكل إنسان يتكلم من تجربته، يتكلم من خبرته. يعني مثلا أنا لدي خبرة مع ووردبريس، لدي خبرة مع نيكس جي اس، هذه الأمور، فإذا أردت أن أتكلم سأتكلم عنها. لن أتكلم مثلا عن تطوير التطبيقات لأنني لا أعرف جيد، فالشخص الذي يعرف تطوير التطبيقات لن يتكلم عن ووردبريس، سيتكلم عن تطوير التطبيقات. منذ فترة كنت أشاهد بعض الفيديوهات عن تصميم فيجما، طبعا انا لا اعرف عن هذا التصميم شيء، لكن كنت اشاهد بعض الفيديوهات لشخص يوضح، يعني احببت ان اخذ فكره عامه. الشخص المصمم طبعا هو خبير، صاحب الكورس على ما يبدو انه، او صاحب الفيديو على ما يبدو انه خبير. فماذا قال؟ قال ان اصبح يتكلم عن المطورين، ويقول انه هو لن يكتب كود بحياته، وهو سعيد بالتصميم، واصبح ينتقد نوعا ما المطورين الذين يكتبون الاكواد. انا فعليا احب كتابة الاكواد، لا يمكنني ان اذهب للتصميم. فوجدت انه يتكلم من خبرته.
فعليا، لأنه هو يعرف التصميم، سيحدثك عن التصميم. ربما إذا شاهدت الفيديو الخاص به ستريد أن تتعلم التصميم، لأنه هو سيخبرك عن خبرته، عن وجوده. لكن إذا جئت لي أنا سأخبرك عن خبرتي ووجودي، وسأقول لك أن لا أحب التصميم، فأكتب كود. ستذهب لتكتب كود إذا سمعتك لكلامي، وستذهب للتصميم إذا سمعت كلامي. فكل شخص يتحدث من خبرته، لكن عليك عزيزي أن تفكر أن أنت شخص مختلف. بكل بساطة، ليس عليك أن تكون أنا مثلي، وليس عليك أن تكون مثل X ولا Y ولا Z، ولا عليك أن تكون نفسك. بمعنى آخر، كل شيء أنت تتعلمه مفيد لك، يؤسس نفسك، يؤسس أساسك أنت. أنت شخص مختلف، لا داعي أن تكون مثل فلان ومثل، يعني لا داعي أن تكون مسيرتك نفس مسيرة فلان وفلان. الحضارة المادية فعليا حاولت أن تجعلنا مثل النسخ، مثل النسخ، كما الفكرة التي قلتها قبل قليل، أن مثلا ابتعد عن النتيجة، لا تفكر بالنتيجة. بعض الأشخاص يقول لك تعلم هذه اللغة لأنها فيها وظيفة، لأن سوق العمل يطلبها، لأن هذه حضارة مادية بحتة، حضارة مادية بحتة. هذا هو الشيء الذي يسير فعليا، وهذا الطريق الذي يجب على الناس، أغلب الناس أن تسير به حتى تعيش وتجلب المال وتعيش بكرامة. لكن فعليا أين وصلنا نحن؟ هل لدينا نيوتن جديد؟ سؤال، هل لدينا أي عالم إسلامي بالعصر الإسلامي الذهبي؟ هل لدينا أي شخص منهم الآن موجود؟ فعليا، هل لدينا أي شخص فعليا جلب شيء جديد لهذا العالم؟ فقط المؤسسات، الشركات التجارية، الحكومات الدول الكبرى هي التي تعمل. أين نحن من هؤلاء الأشخاص المميزين؟ حتى قبل مثلا بالسبعينات والثمانينيات كان لدينا أشخاص مميزين، لكن الآن يعني أكيد موجود. نحن مميزين، نحن يمكننا أن نقوم بشيء، لكن فعليا علينا أن نعمل على أنفسنا بهذا الموضوع. فإذا ما هي الفكرة التي كوني الآن أنا أتحدث مع يعني أتحدث بشكل عفوي، فنسيت الفكرة التي تحدثناها، فدعوني أسترد أفكاري. فأنه نحن تحدثنا عن الالتزام، تحدثنا كيفية الانضباط، و نسيت الفكرة التي كنت أدعمها قبل قليل، فأعتذر منكم، فدعوني أستمر. ربما تذكرتها أو ربما أنتم وصلتكم الفكرة يعني الخاصة بالموضوع. هو أنا عليك أن تجلس كل يوم تلتزم مع نفسك. طبعا إذا كان مستوى التزامك يعني أعلى، أنت لست زيرو، أنت مثلا منضبط نوعا ما الآن بساعة أو ساعتين باليوم، قم بزيادة عدد الساعات، استمر بعملك كل يوم 3 ساعات. لا أريد أن تستمر بعملك للأبد، جرب فقط أسبوع واحد. فإذا هذه هي نصيحتي لك، نصيحتي يعني ماذا نقول، نصيحتي الصادقة لك، رجاء نفذها الآن. اغلق بعد انتهاء من هذا الفيديو، اغلقه وابدأ الآن بالشيء الذي تريد أن تستمر به. الخطوات كما عرفناها، انتقل للعمل مباشرة، خذ السرعة المناسبة، لا تفكر بالنتيجة، اجلس كل يوم لمدة ساعة معينة بالموضوع الذي أنت تريد، لمدة أسبوع فقط، لمدة أسبوع. وأنا سأفتح التعليقات على هذا الفيديو، لأنني أريد منك بعد أسبوع أن تأتي إلى التعليقات وتخبرني ماذا تعلمت خلال 7 ساعات أو خلال 5 ساعات. دعونا نقول أسبوع، أسبوع ليس 6 أيام، أسبوع 5 أيام. ما رأيك بهذا التحدي؟ الأسبوع 5 أيام فقط، ليس 7 أيام. يعني أحد بالنسبة لنا نحن هنا، السبت، الجمعة والسبت عطلة. لا أعرف ببلدك ما هي العطلة، لكن دعونا نستثني أيام العطلة الأسبوعية، وباقي الأيام بقي 5. بالنسبة لي أحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خميس. 5 أيام في الأسبوع عزيزي، كل يوم ساعة لموضوعك الذي أنت تريد أن تتعلمه، وتعال للتعليقات بعد أسبوع وقم بإخباري ما هي النتيجة. ما هي النتيجة؟ أنا فقط أريد أن أعرف النتيجة. أسبوع واحد 5 ساعات فقط، ماذا تعلمت؟ ماذا تشعر؟ ماذا تشعر بالنسبة لمستواك خلال كيف كنت قبل أسبوع وكيف ستكون بعد أسبوع؟ اقرأ أي شيء، أي شيء، اقرأ، تعلم أي شيء. طبعا هذه الفكرة التي كنا نتحدث عنها قبل قليل، أنك أنت مميز، فأي معلومة أنت تقرأها تساهم في خبرتك وتجربتك كشخص مميز. فبالتالي لا يهمني أن تتبع طريقي أو طريق X أو طريق Y، المهم أن تتبع طريقك. فإذا مع الالتزام، مع الانضباط،
التزام، انضباط، لا تفكر بالنتيجة، كل يوم أعمل لمدة معينة، نيتي صادقة، أطلب من الله التوفيق. انتهينا، انتهينا، ستكون على الطريق الصحيح. جيد، فإذا هذا موضوع أهمية الالتزام والانضباط، مهم جدا، مهم جدا، مهم جدا، مهم جدا. وكلما طورت بالتزامك وانضباطك، طور يعني قم بزيادة ساعات عملك. اليوم أنا أعرف إذا كنت تبدأ من الزيرو، فمن الصعب أن تجلس 10 ساعات تدرس كل يوم، هذا صعب، هذا مستحيل. فعليك أن تبدأ ب30 دقيقة. طبعا بعض الأشخاص يعلق، طبعا هذا موضوع جانبي، الفيديو طال، لكن أنا فعليا أريد التحدث بكل هذه النقاط لأجلك، لأجل فائدتك. فلا يهمني من يقول الفيديو طويل والفيديو قصير، لا يهمني هؤلاء الأشخاص، أنا فقط أريد أن أتحدث مع من يقدر هذا الكلام، مع من يحتاج هذا الكلام، لأن فعليا أحيانا نحتاج أن نسمع مثل هذا الكلام. أريد أن أقول شيء خاص بموضوع العمر والصحة النفسية و المشاكل الصحة النفسية والجسدية والظروف والمشاكل. فأريد منك أن أقول لك شيء، أن التعلم ليس فقط هو مجرد تعلم، يعني ليس مجرد أنا فقط أريد أن أتعلم وأجلس أتعلم. كثير من المرات أردت أن أتعلم وجلست حتى أتعلم. فإذا كثير من المرات جلست حتى أتعلم أو أقوم بعمل ما، قلت لنفسي أريد أن أفعل كذا وأريد أن أكتب كذا، وعندما جلست حدثت ظروف بحولي لم أستطع الاستمرار، لم أستطع الاستمرار، إما إن كانت ظروف نفسية أو ظروف خارجية. مثلا ظرف بسيط جدا، يعني كان عليك مهام منزلية أن تقوم بها، يعني أمك مثلا، أباك أو عائلتك، أولادك طلبوا منك أن تقوم بشيء ما، فعليك أن توقف كل شيء لأن هنالك أولويات. فإذا في هذه الحياة كما قلت هنالك يعني أولويات يجب أن نسير بها. لم أقل هذه الفكرة، لكن ربما الآن وقت أن نقولها، أن أحيانا أنت تجلس ولديك نية التعلم، يحدث شيء ما، أحيانا مرض بسيط، أحيانا يمكن أن تصاب مثلا بالزكام وتتوقف عملية التعلم، فماذا عليك أن تفعل بهذه الحالة؟ فإذا إذا حدث شيء خارج عن إرادتك، خارج عن استطاعتك، فماذا تفعل؟ بكل بساطة تسير مع التيار، كن كالشجرة. الشجرة إذا نزل المطر ومثلا العاصفة، بمثلا أكيد شاهدتم على التلفاز عندما يحدث تلك العواصف الكبيرة، ماذا يسمونها؟ نسيت اسمها، العواصف الكبيرة التي تحدث في أمريكا، نسيت الاسم، الأعاصير، الأعاصير، عندما تحدث الأعاصير، تلاحظون أن الإعصار يهب بقوة شديدة وأحيانا يخلع الشجرة من مكانها. لكن بعض الأشجار أحيانا تكون قوية ومتجذرة، طبعا حسب قوة الإعصار. لكن أيضا تجدون أحيانا في بعض الفيديوهات يعني على الإنترنت، أن يأتي رياح قوية والأشجار تبقى أيضا في مكانها، متجذرة في مكانها بالرغم من حدوث، لكنها تميل مع الريح، تميل. يعني الشجرة لا تعاند، لا تعاند الإعصار، لا تعاند الريح، لكنها تسير معها، فأنت كن كالشجرة. فعليك أن تسير مع التيار، عليك أن تسير مع الأشياء بعفوية، لأننا كما قلت أنت إنسان، فبمعنى آخر أنت إنسان، أنت لست آلة. طبعا أعتذر عن الضجيج، فإذا أنت إنسان وبالنهاية لست آلة. بمعنى آخر الحضارة المادية حاولت أن تقنعك أنت آلة، عليك أن تعمل 8 ساعات أو 10 ساعات كل يوم وتجلس وتقوم بالعمل وكذا، لكن أحيانا تحدث الأمور، أحيانا تمرض لا يمكنك الذهاب للعمل، أحيانا يصبح طارئ يعني خطير جدا في حياتك لا يمكنك، عليك أن تعطي الطارئ الأولوية، عليك أن تحدد الأولويات بحيث أن إذا حدث طارئ أنت تسير مع الطارئ وتوقف العمل، توقف العلم، توقف كل شيء، وهذا بحد ذاته خبرة لك. حتى عندما أنت تسير مع الطارئ، يعني أنت مثلا طلب منك ابنك أن تقوم بشيء وقمت بمثلا إيقاف العمل، لا تكن غاضبا على الأولاد، وقمت فعليا بإنتاج هذا العمل، أعطيت الأولوية للابن، هذا بحد ذاته خبرة. وما هذه الخبرة؟ الخبرة هي الصبر، الخبرة هي أن يكون لديك خلق حسن، هذا الخلق الحسن هو الذي أيضا سيفيدك بعملية العمل والتعلم، لأنك أنت إنسان ولست آلة. تذكر أنت لست آلة لكي تجلس 10 ساعات وتقوم بالعمل، جيد؟ فأنت
يعني كينونة من الأشياء المختلفة. أنت لديك عقل تفكر، لديك صفات، لديك أمور. أنت عندما تسير في مرحلة التغيير الحقيقي أو العلم، الحصول على العلم الحقيقي أو التعلم بشكل حقيقي لإنتاج نجاح جوهري، فعليك أن تحمي الكينونة كلها، نفسك كلها، كل شيء. فمثلا دعونا نتحدث مثلا عن إدارة السيرفرات على سبيل المثال، أو حتى إدارة المواقع. هذه المهام فعلا مهام يمكن أن تكون مقلقة بشكل حقيقي فعلا، لأن أحيانا يحدث خطأ ما. يعني مثلا، هل أكيد أكيد أنتم تستخدمون واتساب، تستخدمون تليجرام؟ فمثلا أحيانا يتم إيقاف هذه التطبيقات، يحدث خطأ، يحدث خطأ ويقولون تم إيقاف التطبيقات، ويرسلون رسالة مثلا أو بالأخبار مثلا يقولون أن عفوا حدث خطأ فني، نحتاج بعض الوقت لإصلاحه. أنا أريد منكم أن تفكروا بهذا الموضوع من جهة المهندسين أو المديرين المشرفين بالشكل الحقيقي على هذا الخطأ. ما رأيكم؟ كيف ستكون صفاتهم أو كيف سيكون وضعهم النفسي؟ تخيل أنت تكون معهم. ملايين الناس توقفت عنهم الخدمة، ملايين الناس توقف عنهم الخدمة، وعودة الخدمة متعلقة بك، متعلقة بعملك. ما رأيك؟ كيف سيقومون هؤلاء المهندسين بالحل؟ هل ستتوقعون أن هؤلاء المهندسين سيكون لديهم غضب شديد أم هدوء شديد؟ سيكون لديهم صبر شديد أم سيكون لديهم خلق ضيق؟ كيف سيكونون برأيك؟ أكيد لديهم صبر كبير، أكيد هؤلاء الأشخاص لديهم قدرة على التحمل، قدرة على تحمل الضغط، قدرة على إدارة الموقف، إدارة الأزمة. فحتى بالنسبة لموضوع البرمجة، أحيانا الشيء الذي تعمل عليه سيذهب، سيحدث هنالك خطأ. كيف ستتصرف عند حدوث الخطأ؟ هل ستكون شخص هادئ أم ستكون شخص عصبي؟ العصبية لن تنفع بهذه الحالة ولن تجدي نفعا. فالصفات التي تسير بها بكل حياتك هي التي ستخدمك برحلتك في العمل أو التعلم. وبالتالي عندما يحدث الطارئ، سر مع الطارئ، لأن حتى الطارئ هو جزء من خبرتك، جزء. هذه فرصة يعطيك إياها الله حتى تتطور من خلقك، لأن لا يوجد أحد كامل. أنت أكيد لديك مشاكل بالخلق الخاص بك. يعني لسنا كلنا، يعني حتى الخلق الحسن يحتاج تدريب. يعني بعض الأشخاص يفكر أن يكون لدي خلق حسن، يعني أنا مثلا يكون أبي وأمي أحسنا التربية وبالتالي أنا جيد. لا، ليس كافي. الخلق الحسن يجب أن يتدرب أيضا، يجب أن تمارس الخلق الحسن حتى يعني يثمر وتراه أمامك، وترى نتيجة الخلق الحسن أمامك. وبالتالي اعتبر، قم باعتبار هذه الأشياء التي تحدث معك هي الطوارئ، اعتبرها جزء للتعلم على الصبر. حتى مثلا المرض، إذا كان مرض جسدي فهذا هي فرصة لك، فرصة لجسدك حتى يستريح قليلا، وخذ وقتك بالراحة، بالاعتناء بنفسك، بالاعتناء بجسدك، وبعد السلامة إن شاء الله يمكنك البدء بمعنوية وسلامة معنوية، ويعني قوة أكثر، بتجديد طاقة يعني. الموضوع الثاني هو موضوع يعني إذا كان لديك يعني أمراض نفسية، وكلنا لدينا أمراض نفسية، لا أحد منزه عن الأمراض النفسية. فأنت مثلا ربما تكون الآن صغير في السن، وتفكر أن أنا أريد تعلم، ويكون لديك فقط فرصة. يعني أنت صغير ربما في المدرسة أو في أول الجامعة، ولديك الوقت، ويعني ربما أهلك يساعدونك في المصروف، وليس لديك أي مسؤوليات سوى أن تتعلم، وهذا شيء جيد. استغل الفرصة وتعلم، ويعني استمر بالنسق الذي قلت، يعني تحدثت عنه. لكن أحيانا أنت لا تعرف الصعوبة التي يواجهها الأشخاص الآخرين حتى يتعلمون، أو المشاكل التي تواجه الأشخاص الآخرين حتى يتعلمون. بعض الأشخاص لديهم مشاكل نفسية، بعض الأشخاص لديهم مشاكل، يعني لديهم يعني تجربة خاصة، مشاكل مروا بها، وبالتالي يكون لديهم صعوبة فعليا أن يتعلموا. أنت ربما أنت لديك سهولة بالتعلم، لأن كل الظروف تساعدك، غيرك لا. ليس كل الناس مثلك، أنت محظوظ إذا كان لديك هذه الأمور. وإذا لم يكن لديك هذه الأمور فلا مشكلة، أنت لديك أيضا الفرصة لأن تبني ذاتك. فمع الألم والمعاناة
يعني يحدث الإبداع فعليا. فبالتالي إذا كان لديك يعني كما قلت بعض الأشخاص لديهم صعوبة فقط الجلوس على الكرسي والاستمرار بالعمل، لكن أريد أن أقول لكم شيء، لا تجعلوا هذا يعني يكون مانع لكم من الاستمرار، لا يوجد مانع. المانع الوحيد هو قدرة الله، أن يقول الله لا لا تفعل كذا وانتهينا ويوقفك عن كل العمل، هذا هو المانع الوحيد. أما بالنسبة للأمور الأخرى لا يوجد مانع أبدا، دائما هنالك فرصة لك أن تستمر، أن تقوم بشيء. العمل أنت تتحكم به، النتيجة لا تتحكم بها. فيمكن النتيجة التي أنت وقعت بها الآن هي صعبة، النتيجة التي تعاني من الوضع النفسي، الظرف الذي أنت فيه ربما يكون صعب جدا، لكن العمل، عملك هو أنت من تتحكم به وأنت من يمكنك الخروج من هذا. فبالتالي إذا كان لديك مشكلة لا يمكنك الالتزام، كان لديك مشكلة يعني تشعر أن لا فائدة منك، يعني لديك إحساس بالإحباط واليأس و و و و و كل هذه الأمور السيئة، صدقني أنا أتعاطف معك وأفهمك، وأطلب منك شيء واحد فقط، لا داعي للدراسة الطويلة، لا داعي ليس مطلوب منك أن تقوم بتغييرات كثيرة، فقط المطلوب منك إذا كانت النصف ساعة كبيرة بالنسبة لك، طويلة بالنسبة لك حتى تقوم بشيء ما، ربع ساعة، 10 دقائق تكفي، 10 دقائق تكفي كل يوم أن تجلس على الكرسي وتقوم بالعمل، وبعد ال10 دقائق أنا أهنئك، أقول لك شكرا، شكرا لأنك حاولت. والحياة كلها ترى أنت حاولت، وكما قلت سابقا أن لكل شيء نتيجة ولا يمكن شيء أن يضيع، والحياة فعليا تقدر من يحاولون بالرغم من الصعوبات التي يمرون بها. فالطلب أنا بسيط جدا، هو أن تجلس 10 دقائق فقط كل يوم حتى تستمر، حتى تبني شيء ما. وأريد أن أقول لك أن مع مرور الوقت هذه ال10 دقائق ستصبح 3 ساعات في اليوم. ليس لأنني أقول هذا أو لأنك ستفعل هذا، لأن هذه الأمور الطبيعية. بعد 10 دقائق ستشعر شعور جيد أنك أنجزت شيء ما، وبعد كل يوم 10 دقائق كل يوم كل يوم كل يوم، بعد فترة ستقول لماذا لا أقوم بربع ساعة؟ لماذا 20 دقيقة؟ وستزيد أنت مع نفسك كل وقت. لكن أريد أن أقول لك شيء، لا تقسو على ذاتك ولا تتحمس كثيرا. يعني أحيانا أنت مثلا تريد أن اجعل الجدول الخاص بك جدول مرن، بمعنى آخر أن اليوم مثلا أنا أستطيع أن أقوم بأدرس 30 دقيقة، غدا ربما أنا ليس لدي القدرة، لكن التزم بالحد الأقل 10 دقائق. إذا هذا أنا أطلب منك هذا الموضوع، أن تلتزم بحد أقل والذي هو 10 دقائق، وإذا كانت ال10 دقائق كثيرة 5 دقائق، 5 دقائق، وأنت ربما أحدهم الآن يقول 5 دقائق، نعم 5 دقائق، أي دقيقة أي ثانية تقضيها في عمل جيد يوجد لها نتيجة. وثق تماما بكلامي، لا يوجد طاقة تهدر، طاقة يتم ماذا؟ يتم أخذها و ثم تسليمها، يعني الأخذ والعطاء. فأنت تعطي ثانية من وقتك لشيء ما، هذا الشيء سيعطيك نتيجة، فما بالك لو أعطيت 5 دقائق أو 10 دقائق أو 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 أو. وأريدك أن تفكر مثلا الآن كمثال بالأمور السيئة مثلا، يعني الآن إذا قمت أنت بأمر سيء مثلا التدخين مثلا على سبيل المثال، اليوم مثلا دخنت مرة، مثلا اليوم مرة واحدة وغدا مرة واحدة والمرة اليوم الذي بعده مرة واحدة، ثم تقول لماذا لا أدخن مرتين، ثم تدخن مرتين، ثم تقول لماذا لا أدخن 10 مرات وتزيد. هذه من الناحية السيئة. نفس الموضوع يمكنك تطبيقه من الناحية الجيدة، من الناحية الجيدة أن بدلا مثلا أن أدخن باليوم مرة واحدة، لماذا لا أدرس 5 دقائق، بدلا أن أشاهد فيديو سخيف ليس له معنى لمدة 10 دقائق، لماذا لا أدرس لمدة 10 دقائق، لماذا لا أقرأ لمدة 10 دقائق. هل هذا فيه ضياع للوقت؟ سؤالي لكم، طبعا لا، إلا للكسالى والذين يريدون التعلم بسرعة كأنهم أينشتاين مثلا، أفكر أنهم سينتجون، سيغيرون العالم بتعلمهم السريع. أنا أنتقدهم على فكرة كما ينتقدونني هم.
على أي حال، فإذا هذا بخصوص المرض، الأمراض التي يمكن أن تواجهنا وكيفية التعامل معها بالاستمرار بالعمل والعلم. أيضا بالنسبة لموضوع العمر، ربما تقول لي أنا صغير بالسن كيف أبدأ، أو تقول لي أنا كبير في السن، أو أنا عمري 10 أو 20 أو 30 40 50 60 70 80 90. لا يهمني ما هو عمرك، فإذا كن كالشجرة، لا يهم عمر الشجرة، الشجرة بعطائها كن دائما معطاء. القيمة التي تقدمها بعملك هي القيمة التي ستعود عليك. أنا أعرف أن هنا يأتي موضوع العمر بموضوع أنني أشعر أنني متأخر وأشعر أنني بطيء، هذه الفكرة التي أردت التحدث عنها. فأشعر أنني متأخر يعني لأنني مثلا كبير بالعمر، أو هذا الموضوع هو موضوع نفسي نفسي فعليا. يعني يوجد أشخاص عمرهم صغير جدا ويظنون أنهم متأخرين، ويوجد أشخاص عمرهم مثلا 50 ويعتقدون أنهم على الطريق الصحيح. هذا موضوع نفسي، أنت تقنع نفسك، تعطي لنفسك أعذار أنا كذا. وأيضا أنت تخلط المواضيع بالحضارة المادية التي تتحدث عنها وبقوانينها والتي أو ب أساسها، الذي يقول أن عليك مثلا بعمر العشرين أن تدخل الجامعة، ثم عليك أن تعمل، ثم عليك أن تجلب مالا كثيرا و و و و فأنت إذا كان عمرك مثلا 40 سنة وتريد مثلا أن وتريد فعليا أن إذا كان عمرك 40 سنة وتريد أن يعني أن تتعلم مثلا البرمجة، دعونا نقول، وتقول أنا متأخر، فحسب المقياس الذي أنت تقيس نفسك به. فإذا كنت تقيس نفسك أنني أقارن نفسي بشخص تخرج من الجامعة بالبرمجة والآن يعمل بالبرمجة، نعم أنت متأخر، دعونا نكون واقعيين. لكن إذا أردت أن تقيس نفسك بالمقياس الصحيح، بالمقياس الصحيح الذي هو أنا أفكر به وأنا أؤمن به، لا يوجد أي شخص على الإطلاق متأخر، عمره 50، عمره 60، عمره 70، كل شخص على الطريق الصحيح بالمكان الذي بدأ منه، لأن بالأصل لسنا نحن لم نخلق لكي نكون كلنا بنفس الطريق، كل شخص له طريقة، كل شخص له تجربته، له أموره. يعني الشخص، يعني أنت مثلا عمرك 40 تتعلمت البرمجة، لكن هل أنت مثلا ماذا تريد أن تفعل بهذه البرمجة؟ هل أنت تتوقع نتيجة معينة؟ إذا كنت تتوقع نتيجة معينة فهذا الشيء ربما يشعرك أنك متأخر، لكن الأساس أن لا تفكر بنتيجة معينة. الأساس هو أنك تقول لنفسك أنا عمري، لا تقول أنا عمري، ليس داعي أن نتحدث عن هذا الموضوع، هذا الموضوع ليس له ليس مهم. الفكرة أنا قضيت كل هذه السنين الطويلة وأنا أقوم بأعمال مختلفة ولدي خبرات مختلفة، بغض النظر عن هذه الخبرات، ربما عملت بالنجارة طوال حياتك، لديك خبرة النجارة، ربما لم تعمل أي شيء، ربما شاهدت التلفاز طول حياتك ولم تفعل أي شيء مفيد، لا مشكلة، هذا نفسه خبرة. هذه الخبرة التي أنا جنيتها طوال سنيني، طوال حياتي، طوال أيامي، هذه الخبرة سأجمعها مع خبرة جديدة وهي خبرتي بتعلم البرمجة، لنرى أين سأذهب، لنرى. هنالك حكمة تقول الطريق سيعرفك بنفسه عندما تسيره، فعندما أنت لا يمكنك أن ترى ما هو الطريق، إذا أردت أن تذهب للغابة لا يمكنك أن تعرف ماذا يوجد بالغابة، ربما تسمع أساطير الأولين عن الغابة، يقولون هنالك وحوش في الغابة، لكن فعليا لا يمكنك أن تعرف ما بداخل الغابة إلا إذا سرت في هذه الغابة، وعندما تسير بها ربما تجد الوحوش الذي تحدثوا عنها، لكن أيضا ستجد الأنهار الجميلة، ستجد الأشجار الجميلة، ستجد العصافير الملونة. وهذا ليس شيء فلسفي أو شيء معين، فعليا عندما نسير نحن في طريق جديد ستواجهنا المصاعب كالوحوش، لكن أيضا سيواجهنا أشياء جميلة لم يرها أحد من قبل، والسبب أن نحن رأيناها لأننا سرنا طريق جديد، لأن أخذنا الفرصة، أخذنا المحاولة لأن نسير بطريق جديد. فالتفكير الذي أبشر به ليس التفكير المادي، أنا لا أحب أن أقول لك تعلم البرمجة، البرمجة وستجني آلاف الدولارات من أموالك، أنا لا أجني آلاف الدولارات من أعمالي، لا أبشر بهذا أصلا. أنا الشيء الذي أتمناه أن في يوم من الأيام
كل واحد منا يستطيع أن يبني نجاح جوهري. هذا النجاح الجوهري يكون لكل شخص نجاح مميز بحد ذاته، بغض النظر من هو، بغض النظر هل هو فتاة، هل هو شاب، هل هو عمره مليون، هل هو عمره سنة، هل هو جاء من بلد معين عربي. أتمنى أن كلنا نحن العرب أن نكون أفضل يعني، لكن لا يهمني هل جئت من جزيرة بالمحيط الهندي أم جئت لا أعرف من أين، لا يهمني ما هو اعتقادك أصلاً، ما يهمني هو أن نأتي بهذه النجاحات الجميلة المميزة، نكون بشر مميزين، بشر فعلا لدينا جمال داخلي يظهر على وجهنا. وهذا الجمال الداخلي عندما يظهر على وجهنا يعني من أعمالنا. ماذا يعني أعمالنا؟ يعني الأشياء التي نقدمها للعالم. جاليليو عندما قام بالبحث وقال أن الأرض كروية وقاموا بإعدامه، جاليليو مات. بالنسبة لقيمة جاليليو فعليا قيمته البشرية قيمة عالية، لكنه أعدم. هل يمكن أن نقول أن بالنسبة للحضارة المادية ماذا نقول؟ هل هو فشل؟ فشل جاليليو لأنه أعدم، لأنه قتل؟ جيد، فإذا أردت أن تفكر بهذه الطريقة نعم جاليليو فشل، لكن إذا أردنا أن ننظر إلى القيمة ماذا قدم جاليليو للعالم؟ قدم الكثير. فأنت أيضا بغض النظر عن هذه الأمور، هذه المسميات، كبير صغير وسط، لا يهم، لا يهم فعليا. ماذا يعنيني أنت كبير صغير؟ أنا بالنهاية يعنيني الشيء الذي استقدمه لي، والشيء الذي استقدمه لي ليس أنا كشخص يعني، أنا أقصد الشيء الذي استقدمه للعالم. ما هي القيمة التي تريد تقديمها للعالم؟ وليس بالضرورة أن تكون القيمة التي تريد تقديمها للعالم هي قيمة يعني القيمة التي تريد تقديمها للعالم هي قيمة يعني لكل الكرة الأرضية. ربما القيمة التي تقدمها هي فقط للشارع الذي تسكن به أو لبيتك فقط، وهذا شيء كافي أن نعتني بأسرتنا، شيء كافي أن نعتني ببيتنا، شيء كافي أن نعتني بأولادنا حتى يكون مجتمعنا أفضل. جيد، فرجاء بالنسبة للعمر وهذه الأمور، هذه ربما تفكر بها أن هي أعذار يعطيها عقلك حتى لا تستمر. ربما تفكر أنت الآن بمقارنات يجب أن تبتعد عنها. والموضوع الثالث يمكن أن تفكر أن أنا لا أريد أن أصل لنتيجة معينة، بل أريد أن أضيف أن أتعلم شيء جميل أضيفه لخبراتي حتى أساهم مساهمتي الذي يحددها لي الطريق عندما أسيره. بمعنى آخر عندما أسير في الغابة أنا مثلا، والآن ستعرفني الغابة بنفسها، ستعرفني أن هنالك أنهار جميلة يمكن أن أشرب منها، أو ستعرفني هنالك وحوش يجب أن أتقي منها. ربما عندما أخرج أنا من الغابة يمكن أن أقول للأشخاص الغابة فيها كذا وكذا وكذا، علينا أن ننتبه من الوحش الفلاني، علينا أن نشرب من الماء لذيذ جدا وماء نقي و و و جيد. أتمنى أن هذه الصورة كانت واضحة. فإذا تحدثنا عن هذا الموضوع، الآن الموضوع رقم لا أعرف ماذا، هو أشعر أنني لا أفهم، أشعر أنني لا أفهم. وهذا شيء طبيعي أنك لا تفهم، شيء طبيعي جدا. كيف يعني الآن إذا وجدت الطفل الذي يتعلم يعني الطفل الصغير الذي يتعلم الكلام يتحدث بلغة لغة ركيكة وغير صحيحة، لكن مع ذلك نحن نقبل هذه اللغة الركيكة، ومع الوقت نعلمه اللغة الصحيحة وبعد سنوات يتكلم. وأنت كذلك عزيزي المستمع، أنت لن تفهم بداية، ثم ستفهم أكثر، ثم ستفهم أكثر وأكثر وأكثر. وهذا هنا يأتي أهمية الانضباط والالتزام. فإذا أنت كل يوم جلست 3 ساعات أو ساعة كما اتفقنا أو 10 دقائق كل يوم، فأنت ستحل فيها مشاكل الفهم الذي أنت لديك. فمرة أخرى، إذا أنت لديك مشاكل بالفهم، لأن هذا يعني أنك ماذا؟ أنك تحاول، أنك تتعلم شيء جديد، وأنك تتقدم. إذا لم تكن تتقدم ستفهم كل شيء. جيد؟ يعني مثلا الآن لو أردت مثلا أن أتحدث باللغة العربية وأنا أتحدث باللغة العربية الآن، فهذا الشيء يعني ربما كم خطأ أنا قلت الآن؟ ربما كثيرا لمدققي اللغة العربية، ربما أخطأت كثيرا، لكن دعونا نفكر أنني يعني أعرف اللغة العربية 100% وأنا لم أخطأ، دعونا نعتبر هذا. فلم يكن لدي أي مشكلة. هل لدي صعوبة بالفهم؟ هل لدي صعوبة بالكلام؟
ليس لدي أي صعوبة بالكلام. لماذا؟ لأنني متقنة لهذا الموضوع. دعوني الآن أنا أتكلم باللغة الإسبانية، دعوني أتكلم بها، سيكون هنالك كثير من الأخطاء، سأفشل كثيرا بالكلام، الجمل ستكون ركيكة، و و و و إلى آخره. لماذا؟ لأن هذا شيء جديد علي، هذا شيء جديد وأنا لا أعرفه، وبالتالي هنالك أخطاء لدي، لكن لا مشكلة. هذا دليل أنني أنا أتكلم لغة أخرى، هذا دليل أنني أتقدم، تعلمت شيء لم أعرفه. أنت لم تفهم لأنك تتقدم، ولو كنت تقوم بالأشياء نفسها ذاتها كل يوم كل يوم كل يوم لن تفشل. أنا أؤكد لك، كل يوم كرر نفس الأشياء ستتقنها بالنهاية ولن يحدث أي شيء، لكنك تفشل لأنك تحاول شيء جديد، لأنك تتقدم. وخذ وقتك، خذ وقتك، كما قلت بالطفل الذي عمره سنتين ولغة ركيكة هذه الأمور. نفس القصة مثلا الآن معنا، كتبنا بخصوص البرمجة، كتبنا سكريبت بي اتش بي بالمرة بالأسبوع الماضي، كان بث مباشر وكتبنا السكريبت وكان جيد، لكنه كان دعونا نقول ركيك ركيك. لماذا؟ كان فيه مشاكل، أريد التحسين، قمت بتحسينه قليلا لكن لم أسجل فيديو له، سأسجل فيديو قريبا عن التحسينات. تحسن قليلا وأصبح الآن نسخة رقم 2 منه، سأسجلها وأشاركها معكم. ولكن بعد أني حسنت النسخة الثانية قلت لا، يجب أن يكون هنالك نسخة ثالثة حتى يتم كتابته. فبخصوص البرمجة كمثال، وأعتقد كل شيء مثلها، موضوع التطوير عملية مستمرة وعملية تدريجية، والبشر يخطئون دائما دائما، إن كانوا مبرمجين مبتدئين متوسطين خبراء يخطئون دائما، والخطأ يظهر مع الاستخدام، والخطأ يظهر مع التقدم، وعندما يظهر الخطأ يجب أن يتم حل مشاكل له. فلماذا مثلا لدينا شيء اسمه هاكينج، مثلا اختراقات؟ لماذا لدينا اختراقات؟ لماذا؟ لأن لدينا ثغرات أمنية. لماذا لدينا ثغرات أمنية؟ لأن المبرمجون يخطئون بكل بساطة. هل الجوجل مثلا لا يوجد به ثغرات؟ يوجد به ثغرات، والتي يقوم المخترقون باستغلالها. هل واتساب، هل تيليجرام وهذه الشركات الكبيرة التي تهتم بالكود الخاص بها لا يوجد بها ثغرات؟ يوجد. فلماذا يوجد بها أخطاء؟ لأن البشر يخطئون، وبالرغم أن يمكننا نحن تلافي الخطأ ويمكننا تلافي الخطأ، لكن البشر يخطئون. مثال أنا قلته في أحد فيديوهاتي السابقة، أن يوجد رحلة أرسلتها ناسا للقمر وتحطمت الرحلة، وما سبب التحطم وما سبب وبشر خطأ بشري، أن وخطأ بسيط جدا، أن كان هنالك عدة فرق تعمل على المشروع، وفريق استخدم الواحدات التي تستخدم، واحدات مثل المتر والسنتيمتر، والفريق الآخر استخدم الواحدات الأخرى، استخدموا المترك والآخرين استخدموا النظام الآخر، لا أعرف نسيت اسمه، الذي هو فيت وإنش ولا أعرف ماذا. فإذا هؤلاء استخدموا هذا وهؤلاء استخدموا هذا وخلطوا الأرقام معا، طبعا الأخطاء خاطئة لأن يجب أن تكون عملية تحويل، ونتيجة هذه الخطأ أن تحطمت المركبة التي سعرها ملايين الدولارات. فماذا؟ خطأ بشري. عليك أن مثل الشجرة، مثل الشجرة، الشجرة لا تخطئ مثلا. أحيانا الشجرة صحيح أنها هي مبنية على نظام معين، لكن الشجرة أحيانا يحدث معها شيء مثلا، لا أعرف، ربما تمرض، يمكن يحدث خلل، لا أعرف ماذا، فعليا لست خبيرة بالزراعة، لكن ما الذي يحدث معها عندما تصاب بالمرض أو تصاب بهذه الأمور؟ ماذا تفعل الشجرة؟ بكل بساطة تسير مع التيار، وأنت عليك أن تسير مع التيار بشكل عفوي بشكل طبيعي. أخطأت، لا أفهم، أهلا بعدم الفهم، أهلا بالخطأ، وتقوم بمحاولة حل هذا الخطأ. وكيف تحل هذا الخطأ؟ كيف تحل هذا الفهم؟ من خلال الانضباط والالتزام. كل يوم تجلس لتحل المشاكل. لماذا أنت تجلس كل يوم على الكرسي؟ لماذا تجلس لتتسلى وتشاهد فيديوهات، أم تجلس لتحل المشاكل التي تواجهك، لتحل الفهم الذي لديك؟ فالثقة التي يجب أن تكون لديك الآن، أن يجب أن تؤمن أن كل مشكلة حل، وأنا أعمل على هذا، وأنا أتطور باستمرار، وهذه هي الطريق، ولا يوجد طريق أخرى، ولا يوجد سريع ولا يوجد بطيء، لا يوجد كبير ولا يوجد صغير، لا يوجد أي شيء، لا يوجد عدم فهم أو يوجد فهم، يوجد تطور باستمرار. وعليك القبول بالخطأ، القبول بعدم الفهم، التسامح معه، والاستمرار من هذه النقطة للأمام. لدي عدم فهم، هذه جملة عامة،
الجملة الدقيقة، أنا لا أعرف ماذا يعني مثلا API. هذا هي الجملة الصحيحة. عندما تسأل هذا السؤال، لا أعرف ماذا يعني API، فهذا يعني يمكنني أن أبحث على جوجل وأسأل. شاهدت الفيديو الأول لم أفهم، عادي جدا. شاهدت الفيديو الثاني لم أفهم، عادي جدا. قرأت الكتاب الفلاني لم أفهم، عادي جدا. سألت شخص ثاني لم أفهم. هل تعتقد أنك كل هذا قرأته ولم تفهم؟ كل هذا أضاف معلومات لك، لكن عقلك أحيانا يحتاج لمعالجة الأمور. وعقلك هو عقلك، يعني لا يعني عقلك يكون مثل عقلي أو عقل X أو Y. فإذا عقلك هو مميز بحد ذاته، ستأخذ وقتك بالتعلم. ركز معي، ستأخذ وقتك بالتعلم. فلا مشكلة أنك لو أخذت وقت، لا مشكلة لو طال الفهم، طالما أنت تجلس كل يوم على الكرسي أمام شاشة الحاسوب بخصوص البرمجة كل يوم 30 دقيقة، فأنت مهمتك أن تعالج هذه المشكلات. فهمت ما فهمت؟ يجب، إذا فهمت هذا جيد، تنتقل الخطوة الثالثة. إذا لم تفهم، عليك أن تحدد مشكلة عدم الفهم وتسير منها. جيد، لا داعي. لاحظوا، كلها لعبة عقلية، لعبة نفسية. إذا استطعت أن تنضبط، تحكم ذاتك، تحكم عقلك من هذه الأفكار السلبية، يمكنك أن تتقدم. هذا هو حديث اليوم، هو أن تأخذ هذه الأمور السلبية، ترميها في سلة المهملات، وتستمر بالتقدم. والتقدم هو الانضباط اليومي بعدد ساعات عمل معينة. الآن الموضوع الذي بعده، كيف أقيم نفسي؟ طبعا أنا تعبت، وأعتقد ربما أذنكم أيضا تعبت من الكلام. فعليا هنالك عدة نقاط أريد التحدث بها، ولا أريد أن أغلق الفيديو قبل أن أنهيها، لأني لا أريد تسجيل فيديو آخر عن هذه الموضوعات. فإذا كيف تقيم نفسك؟ بعملك، بالوظائف، بالمال، بماذا؟ طبعا عادة نحن نقيم أنفسنا بماذا؟ مثلا إذا كنا في الجامعة، إذا حصلنا على درجات، هذا يعني أن نحن نفهم. مثلا إذا ذهبنا إلى وظيفة وقال لنا صاحب العمل أن أنت ذكي، نحن نفهم. إذا ذهبت لي يعني نحن جيدين. إذا ذهبت للوظيفة وأعطاك راتب مثلا كبير جدا، أنت يعني تفهم. إذا قبلتك الوظيفة يعني تفهم، وعكس ذلك أنت لا تفهم، أو تقييمك لذاتك سيء. فمرة أخرى الحضارة المادية تعشعشت فينا، وهذه الأفكار تعشعشت فينا. كما قلت، قليل قتل، وهو قدم البشرية كثيرة. كثير من العلماء المسلمين اتهموا بالكفر، ولا أعرف قتلوا أو ماذا حصل، أو عزلوا، انعزلوا عن العالم وتركوا العالم. وإذا أردت أن إذا أردت أن تقوم وتتحدث عن هؤلاء، قيمتهم العلمية كبيرة جدا، لكن إذا أردت أن تحسب ماذا حصلوا من هذه الحياة، ما الثروات التي حصلوها، فلا شيء، لا شيء. أحيانا شيء محزن، يعني عندما تقرأ في سير هؤلاء الأشخاص، شيء محزن فعليا. وأحيانا يقول الشخص، لا أريد أن أتعلم، لا أريد أن أفهم، لا أريد أن أكون مثلهم، لأنني لا أريد أن أعاني كما عانوا. فربما هذا موضوع آخر. فلنعد لموضوع القيمة. فالقيمة، هل قيمة هؤلاء الأشخاص بالنتيجة التي حصلت لهم، أم قيمتهم بما قدموه؟ فأكيد قيمتهم بما قدموه. فأنا هذا جواب لسؤالك، كيف أقيم نفسي؟ قيمتك بما تقدم، بعطائك. الشجرة، كيف تقيم الشجرة؟ هل هي مثمرة أم لا؟ هل تستفيد من ظلها أم لا؟ هل تغذي التربة أم لا؟ إذا كانت الشجرة ضارة أو النبتة ضارة، يقومون بقلعها من التربة وتنظيف التربة من هذه النباتات الضارة. هل أنت نبتة ضارة؟ أريد أن أسألك. هل أنت بعملك تغش الناس من حولك؟ هل تقول لهم أنني أنا عملت بيرفكت وممتاز، وأنت لم تعمل بشكل متقن؟ هل تقوم بالدراسة، بتصفح الأمور، وتقول أنا أفهم، أم تقوم فعليا بفهم الأمور؟ هل تحاول فعليا؟ فأنا أريد أن أعطيك طريقة لتقيم نفسك، لأن حتى هي قيمتك من عطائك، ولكن من يستطيع أن يقول لك من تعطي إلا إذا كان الشخص، يعني هل الآن أنت تعطي أشياء جميلة، لكن من يستطيع أن يقول لك أنت تعطي أشياء جميلة قيمتك عالية؟ أحيانا نحتاج أن يكون هنالك شخص عادل فعليا ليحكم على شخصيتنا ويرشدنا للطريق الصحيح. فالحكم على ذاتك يجب أن يكون
أنت كشخص تحكم على ذاتك من حكمك على محاولاتك وانضباطك. كيف ذلك؟ يعني مثلا في الأسبوع الماضي مثلا أنا حاولت أن أتعلم 5 ساعات، ممتاز جيد جدا، 5 ساعات على 5 ساعة كل يوم 5 أيام، فأنا حاولت 5 ساعات. فإذا يمكنك أن تسجل على دفترك أنا حاولت 5 ساعات، جاء أن سجل على دفترك 5 ساعات. في الأسبوع الماضي، في الأسبوع الذي بعده 4 ساعات، الذي بعده مثلا 6 ساعات. فيمكنك أن تقيم تقدمك بقياس تقدمك مع ذاتك. ما هي محاولاتي؟ ما هي محاولاتي للتعلم هذا؟ ما هي محاولاتي للقيام بهذا؟ فإذا هذه هي طريقة تقييمك لذاتك. ربما قمت بالتقديم لعشرات الوظائف وتم رفضك بكل الوظائف. أريد أن أقول لك شيء على موضوع الوظائف، رجاء لا تأخذ التقييمات حسب الوظائف، لأن فعليا الشركات نفسها أغلبها ليست شركات، يعني لا تعتقد أن المهندس في الشركة والمدير التقني في الشركة هو يعني يفهم و يعني شخص عالي المستوى. الحياة والله سبحانه وتعالى رزقه بأن يكون في هذا المنصب جيد لسبب الله يعلم، ونحن لا نعلم هذا السبب. لكن فعليا إذا أردت أن تقيس أن هذا الشخص في منصبه لأنه عالي المعرفة وعالي يعرف كثيرا، هذا شيء خاطئ. عادة تذهب لوظيفة مثلا لتقدم لديك معرفة مثلا مقدارها مثلا دعونا نقول 40% مثلا، أو دعوني أقول 20% حتى لا نعتبر أنت مبتدئ جدا 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 ولديك معرفة 20% نوعا ما. فذهبت لوظيفة والشخص أحيانا الذي يسألك الأسئلة تكون معرفته 10% ويقول لا أنت غبي، أنت لا تعرف، اذهب من هنا، ليس لديك وظيفة. فهل عليك أن تحزن هنا؟ الشخص الذي يقيمك لديه أقل معرفة لكنه يقيمك، هذه هي الحياة التي وصلنا إليها. الأشخاص لا يكونون في المكان المناسب للأسف، فأنت بالتأكيد لن تكون يعني لن يتم وضعك في المكان المناسب، فليس عليك تقييمك بهذه الطريقة. أغلب الشركات البرمجية أحيانا تعمل بطرق ملتوية، ملتوية جدا، لا تعرف لا تعمل بالطريق الصحيح. حتى يعني مثال بسيط، مثلا على الإنترنت هنالك الكثير من البرمجيات المفتوحة المصدر أو برمجيات معينة لها ماذا نسميها، اتفاقيات أو رخصة، اسمها رخصة، لها رخص معينة لاستخدامها. فيوجد تطبيق معين كتبه أحد الهواة بشكل رائع جدا، تطبيق بي اتش بي سي اس اس جافا سكريبت، رائع جدا. أنا وجدت يعني هو يقول أنه هاوي، هذا ليس هذا شخص محترف فعليا. فقام بإنتاج مثل هذا البرنامج وكتب لهذا البرنامج أن هذا البرنامج هو هذا البرنامج لأغراض تعليمية، يعني أنت رخصته لأغراض تعليمية، يعني يمكنك أن تستخدم هذا البرنامج لكي تتعلم وتفهم، لكن لا يمكنك أن تبيع هذا البرنامج، هذه الرخصة. فإذا الشخص، لاحظوا نحن في أي دين، في أي دين هنالك حقوق وواجبات، هنالك التزامات أخلاقية. ففي أي دين كان، اسأل أي دين، يقول لك شخص هذا لا يمكنك أن تستخدمه لأغراض يعني أغراض تجارية، فهذا يعني أن لا يمكنك استخدام الأغراض التجارية. أنا لا أتحدث عن بالقانون صحيح لا يمكن استخدامه لأغراض تجارية، هذا يتبع الرخصة، لكن أخلاقيا أيضا اسأل أي شخص من أي دين سيقول لك هذا قال كذا، فهذا يعني لا يجوز أن آخذه وأبيعه، لأنه هو يقول أن لا يجوز ذلك، المطور قال لا يجوز ذلك. فهذه الشركة أخذت هذا، الشركة إكس دعونا نقول، أخذت هذا البرنامج وقامت ببيعه للناس الآخرين، وهو برنامج لأغراض. ما رأيكم بهذا؟ هذه الشركة تجلب الأموال بالمستوى يعني بالتقييم المادي، تقييم الحضانة المادية، هذه الشركة ناجحة، هذا استثمار، هذه تجلب أموال، و و و بالتقييم الأخلاقي، هذا ليس تصرف صحيح. الأخلاقي والقانوني، طبعا القانوني أكيد، لكن نتحدث عن الأخلاق. وهذا مثال بسيط جدا. ما رأيك بالأمثلة الأخرى للشركات؟ وأنتم كلكم تعرفون الفساد الذي نعيش به، شركات ومؤسسات و إلى آخره. فهل تريد أن تقيم نفسك بناء على هذا؟ سؤال، بناء على هذا
أنت فاشل لأنك يعني لا مثلا ليس لديك وظيفة، درجاتك في المدرسة متدنية، وليس لديك مال، أنت فاشل، وهؤلاء هم ناجحون. هل هؤلاء فعلا ناجحون بالحضارة المادية؟ نعم هم ناجحون، لكن لدي بالنسبة لي وبالنسبة من يتبع الطريق الذي أنا أتبعه هو هم فاشلون. فأنت هل تريد أن تكون فاشل أم تكون ناجح؟ وأريد أن أقول شيء أيضا، شيء آخر من بقوانين الحياة، كما قلت بموضوع الطاقة، أن الطاقة تذهب من هنا وتأتي إلى هنا، كل عمل له نتيجة. أيضا بالحياة، من يخدع الناس لا يخدع إلا نفسه بكل بساطة. لماذا؟ لأني قلت لكم كل عمل له نتيجة، وبالتالي إذا بدأت بطريق هذا، طريق الخداع وطريق الكذب وطريق عدم الصدق، إذا بدأت بهذا الطريق فأيضا ستكون نتيجتك بهذا الطريق. فمن يخدع الناس لا يخدع إلا نفسه، واضح؟ فكن صادقا، كن متقن لعملك، قم صادق بمحاولاتك النفسية. تقييمك هو تقييم محاولاتك، تقييم مدى الجهد الذي أنت بذلته بالموضوع، والمقارنة التي يجب أن تقوم بها هي مقارنتك مع ذاتك. كيف كنت الأسبوع الماضي؟ كيف أنت هذا الأسبوع؟ فإذا هذا هو موضوع التقييم. فإذا لا تجعل المال، الوظيفة، الدرجات المدرسية أو الجامعية تقيمك. وأنتم تعرفون بالنسبة لتقييم الجامعات ما الشيء الذي يتم دراسته بالجامعات؟ لا أعرف، يعني أنا لا أقتنع بالجامعات حقيقة. أنا درست في الجامعة، لكن أنا لا أقتنع بدراسة الجامعات فعليا، فقط يتم التلقين وزيادة معلومات دون الفهم، ولا يوجد وقت لفهم الأمور. ما الشيء الذي استفدناه؟ هذه الجامعات والمدارس هي وسيلة لقولبة العقول فقط. لكن على أي حال، على أي حال، تقييمك مرة أخرى لا تحدد هذه الأمور، تحديد تقييمك هو تقييم التزامك، فالتزم وقيم التزامك. إذا اكتب ملاحظة لديك، تقييمك التزم أولا ثم تقييمك حسب التزامك. فإذا هذا هو الموضوع. فأنا أريد منكم أعزائي، أنا أعرف هذه الفيديوهات لا يحبها البعض، يقول لي ما الفكرة بالبرمجة وهذه الأمور، لكن تعرفون يعني ما العلاقة بين البرمجة ومواضيعك الأخرى وهذا الفيديو؟ ما فائدة هذا الفيديو؟ لكن أعزائي أنتم الآن تفكرون لديكم فقط التعلم، لكن عندما تسيرون في هذه الدنيا سيكون هنالك أشياء أخرى تواجهك، كيف ستتعامل معها؟ ما الهدف الذي تريد؟ إذا تريد أن تتعلم البرمجة لسوق العمل ولديك هذا الفكر، رجاء هذه القناة ليست لا تتعامل مع هذا الفكر، بهذا الموضوع. أنا عندما أوضح شيء ما وأشرح شيء ما، أنا آخذ جهدي في توضيح هذا الموضوع، ولدي طريقتي الخاصة، ربما تعجب البعض ربما لا تعجب البعض. فإذا كان هذا الشيء لا يعجبك فرجاء غير الطريق، غير الوجهة عن هذه القناة. أما إذا هذه الفكرة تعجبك فاستمر معي. وبالنسبة لهذا الفيديو، فعلا 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 أعزائي، أنا يعني من كل قلبي أتمنى أن تأخذوا هذه الفرصة الذي قلت، الكلام الذي قلته في هذا الفيديو تشجيع لكم لتبدأوا اليوم أو تستمروا، تبدأوا أو تستمروا. ارموا الأفكار السلبية في سلة المهملات، هذه الأفكار فقط العقل يخترعها بدون أي فائدة. الشيء الذي يحكم في هذه الحياة هو العمل، فاكثروا من العمل، يعني العمل المفيد. بما أقصد، حتى لو قمتم بعمل سيء ستكون نتيجة سيئة، جيد؟ فلا داعي للنتيجة السيئة، فدعونا بالعمل الجيد، دعونا نقوم بالعمل الجيد، بالعمل المفيد، التعلم اليومي. أيضا فكرة نسيت أن أقولها لكم، أن بخصوص التدريب بالبرمجة، إذا كنت أنت، فقط فكرة أخيرة ونغلق لأنني تعبت وأعرف أنكم تعبتم. بالنسبة للتدريب البرمجي، لا داعي لأن تقوموا بمشاريع كبيرة وأن تقوموا بأشياء، مثلا للذي يتعلم برمجة أو يقوم بمشروع فلاني أو كذا، لا، فورا اقفزوا للعمل. بمعنى آخر، ضع فكرة ببالك، ضع فكرة، أريد تسجيل هذه النقطة بفيديو منفصل، ما رأيكم؟ لكن سأقولها لكم بشكل سريع. ضع في بالك فكرة معينة. مثلا شخص في وقت سابق قام بإنشاء برنامج لمسجد، لإدارة أمور مسجد في حي، وقام بإنشاء له برنامج لإدارة نشاطات المسجد.
كان هذا شيء جميل جدا، ليس لأنه موضوع مسجد أو إدارة شؤون مسجد. الفكرة الجميلة هو أراد أن يخدم المجتمع الذي يعيش به بإنشاء شيء له علاقة بحياته. فالشيء الذي أريد منك أنت أن تقوم بمحاولة إنشاء أشياء لها علاقة بحياتك، لها علاقة بشخصيتك. هل مثلا موضوع المسجد، هل لديك مثلا علاقة بالمسجد أو الكنيسة أو الذي أنت قريب من بيتك؟ هل تريد أن تخدم ذلك بإنشاء برنامج لهم؟ أم مثلا تريد خدمة مثلا عائلتك؟ تشاهد فكرة مثلا، يعني فكرة معينة، برنامج مثلا معين، يمكن يعني أشياء معينة. أنا الآن أنا أتحدث معكم وفكري يتحدث بأمور أفكار خاصة بي، يعني عن أشياء احتجت فعليا إنشاء لها برامج، وإنشأت لها برامج بشكل خاص فقط أنا أستخدمها. فإذا هذه هي الفائدة. الفائدة فعليا هو أن ننشئ شيء مفيد، قيمتك بقيمة عملك، وبالتالي عندما تصنع شيء مفيد يفيد من حولك، يفيد الأشخاص، ليس موضوع مادي. نعم يمكننا أن نستفيد ماديا، لأن لكل عمل نتيجة. ربما العمل الذي تقوم به له فائدة مادية وستحصل عليها، لكن الفائدة الأكبر من عملك هو عملك فعليا كجوهر حقيقي. ما هو، ما هي فائدته؟ مثلا كما قلت للشخص الذي أنشأ برنامج للمسجد، فالبرنامج هذا ربما المسجد أعطاه مال لهذا الموضوع، وهذا شيء ليس خطأ، هذا شيء جميل جدا، لكن الفائدة الأكبر أنه خدم المؤسسة، مؤسسة المسجد الموجودة بجانب بيته. هذا هو وتعرفون أن مجرد أنه خدم المسجد يعني خدم الحي كامل الذي يخدمه المسجد أو تخدمه الكنيسة أو فهمتم قصدي؟ فأنت عليك أن تقوم بإنشاء شيء مفيد، تبدأ مباشرة بإنشاء شيء له علاقة بك. وإذا كان الشيء هذا يعني لا تعرف عنه، وستجيبني كل الأسئلة السابقة، لا أفهم، لا أعرف، أنا بطيء، اتفقنا أن نرميها كلها في سلة المهملات، واتفقنا أن نبدأ التكنيك أو الطريقة المختلفة، هو أن نجلس كل يوم لطرح الأسئلة وطرح الإجابات معها. بمعنى آخر عليك أن تسأل نفسك، مثلا أنا أريد بناء، يعني الآن الفكرة التي ظهرت لي، تعرفون مثلا الأشخاص مثلا الذين لديهم أمراض معينة يجب أن يلتزموا بحمية معينة، صحيح؟ وهذه الحمية يتم فيها عد مثلا السعرات الموجودة في الأكل، السكريات الموجودة في الأكل، ومثلا البوتاسيوم، الصوديوم، وكل هذه الأمور موجودة في الأكل. مثال، هذا مثال آخر. يمكن إنتاج مثلا برنامج لمساعدة هؤلاء الأشخاص مثلا لحساب مثلا كمية الصوديوم أو كمية البوتاسيوم الموجودة في حميتهم اليومية مثلا. هذا شيء مفيد، هذا مثلا برنامج مفيد له علاقة به. مثلا إذا كان لديكم مثلا مريض معين في المنزل أو مريض في الحي في هذا الموضوع، يمكنكم خدمتهم بهذه الطريقة، جيد؟ فإذا وقليلا قليلا يمكنك أن تدرس حول هذه المواضيع. فمثلا لو قررت إنشاء مثل هذا البرنامج، هو ما عليك أن تبحث، أن تسأل أسئلة، كيف يمكننا أن أنشأ هذا البرنامج؟ يمكن أن تبحث على الإنترنت، يقول لك يمكنك أن تستخدم بي اتش بي، جيد جدا، كيف أبدأ ببي اتش بي؟ كيف أنشأ أول ملف بي اتش بي خاص بي؟ كيف أقوم مثلا بكتابة كمية البوتاسيوم لليوم؟ كيف أقوم بعملية الجمع ببي اتش بي حتى أجمع الأمور؟ كيف أقوم بإدخال إنبوت ببي اتش بي حتى يدخل الشخص مثلا الطعام وثم أسترد له هذا؟ ربما الآن أنا بحاجة أن أقوم بإنشاء قاعدة بيانات أصلها مع تطبيق بي اتش بي، لماذا؟ لأنني أريد وضع المأكولات وكمية البوتاسيوم التي فيها وأحفظها في هذه القاعدة. واو، جيد جدا، لكن كيف أقوم بإنشاء هذه القاعدة؟ سأبحث، سأسأل، سأقوم باستمرار. فإذا هذه معرفة تطبيقية مباشرة لشيء له علاقة بك، له علاقة بك. وعندما تقوم بتطبيق هذا البرنامج في منزلك أو تطبيق هذا البرنامج في حيك أو مع الشخص الذي أنت تعرفه، تقول له هذا هو البرنامج، تفضل يساعدك على كذا كذا، سيقول لك واجهتني المشكلة الفلانية بهذا البرنامج، فعليك أن تقوم بحل المشكلة. واو 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 واو، هذه الأمور. فبشكل عام هذه الطريقة برأيي هي أفضل من إنتاج مشروع كبير جدا مماثل لليوتيوب، أو مشروع مماثل للتويتر، يقولون تويتر كلون، يوتيوب كلون. رجاء، لماذا تريد أن ننشأ يوتيوب آخر؟ ما الفائدة؟ طيب إذا أنت أنشأت يوتيوب آخر ممتاز للتعلم، لكن أنا أريدك أن تنشئ شيء له علاقة بك، وأنت فعليا
تشعر بهذا الشيء وبفائدته وتقدم الفائدة للعالم من خلال هذا الشيء. لاحظوا، الفائدة لا يجب أن تكون للعالم ككل، يمكن أن تكون فائدة المنزل فقط، فائدة الحي، فائدة المدينة وربما الدولة التي تعيش فيها، فلا داعي أن تخدم كل العالم في كل مكان. اجعل الأشياء التي البرمجة هي بالنهاية، البرمجة هي موضوع حل مشاكل لأشياء أنت تواجهها، المجتمع يواجهها، وليس موضوع تقنيات. رجاء، هذا فكر، الفكر المادي الذي نعيشه فيه. يعني مثلا هذا الفكر سأشابهه بفكر آخر حتى تصل الفكرة. يعني مثلا بموضوع، دعونا نتحدث مثلا عن معجون الأسنان. مثلا معجون الأسنان، معجون الأسنان يوجد أكثر من نوع من معجون الأسنان، أو ليس نوع، هو كله معجون أسنان، لكن يوجد أكثر من ماركة، أكثر من شركة تقدم معجون الأسنان، صحيح؟ فإذا الآن كلنا نفكر، أنا أستخدم الماركة الفلانية في تنظيف الأسنان، أنا أستخدم فلان، أنا أستخدم فلان، و إلى آخره. طيب، هذا هو التفكير المادي، أن أنا أستخدم كذا، هذا هو لأنه كذا، أو لأن سعره كذا، أو لأنه مشهور، لكن نسينا الهدف، والهدف هو الحفاظ على الأسنان. فالقصة هي الحفاظ على الأسنان، وليس استخدام معجون فلان إكس. فنفس الفكرة بالتقنيات، الفكرة ليس استخدام التقنية، الفكرة هو حل المشاكل، حل المشكلة التي تواجهنا، إذا أردنا التفكير بالطريقة التي أنا أفكر بها، وليس التفكير أنا أريد أنا أريد الوظيفة وأريد سوق العمل، هذا ليس تفكيري، أنا أضعه بالجانب، لينتقده من ينتقده، لا يهمني، هذا ليس تفكيري. التفكير الذي أنا أقوم به حاليا هو أن أنا أبدأ بشيء لحل مشكلة تواجهني وتواجه من حولي، أو وجدت مشكلة وأريد حلها، فكيف ذلك؟ فوجدت الطريقة حل المشكلة باستخدام بايثون، هكذا الطريقة التي وجدتها، أستمر بهذا. وجدت الطريقة أن يجب أن أستخدم روبي، أستمر بهذا. وجدت الطريقة أن أستخدم تقنية كذا مع تقنية كذا، أستمر بكذا. لكن أنا لا تعني لي تقنية كذا ولا تعني لي لغة كذا، هذه وسيلتي لإنتاج الهدف. فإذا دعونا نفكر بالأهداف الراقية، الأهداف النبيلة للخدمة، للخدمة للعطاء، ولا نفكر بالوسائل. لاحظوا، اجعل الوسائل تخدمك، أنا أجعل بايثون تخدمني في هذا المجال، لكن أنا سيدة البرنامج وأنا الذي سأتحكم بهذا البرنامج. لماذا؟ لأنني أريد تقديم خدمة للحي الذي أعيش فيه، أو خدمة للمكان الذي أنا أعيش فيه. جيد، إذا هذه فكرة أخرى، أن كيف تقوم بجعل الأمور، عملية التعلم، عملية شخصية، عملية شخصية، عملية لها علاقة بك، وليس لها علاقة بي أنا كمتحدث في هذا الفيديو، أو بإكس فلان أو واي فلان. حتى لو كان إكس وواي ناجح جدا ووصل لقمة الكون، ليست عملية حياتك، ليست متعلقة به. أنت تسمعني الآن، تأخذ مني ما تأخذ، لكن حياتك ليست متعلقة به، حياتك متعلقة بنفسك، بأعمالك، بالأشياء التي تريد أن تقوم بها. والعالم بالنهاية دائما مفتوح، وهنالك الكثير من الطرق لإنتاج الأمور، فقط حاول أن تتحكم بأفكارك السلبية، هذه التي في عقلك، أنا بطيء، أنا لا أفهم، أنا متأخر، أنا متقدم. حاول أن تنسى هذه الأفكار، تركز على العمل. أذكرك الانضباط، أذكرك بتحدي نصف ساعة كل يوم أو ساعة كل يوم، لا أعرف، فقط انضبط لمدة أسبوع، 5 أيام في الأسبوع، واكتب لي في التعليقات أنا انضبطت والتزمت وتعلمت كذا وكذا وكذا في خلال أسبوع واحد، واخبرني عن الشعور الذي شعرته، هل تقدمت فعلا، وما هي عدد الساعات التي وضعتها في العمل خلال الأسبوع، وما هي المواضيع التي عملت عليها، أخبرني، أنا مهتمة فعلا لأرى تقدمك، أنا مهتمة فعلا لأرى نتيجة هذا التحدي. جيد، وأنا كل ثقة إذا أنت جلست كل يوم ستصل، واعرف أن إذا سرت بالغابة ستعرف ما في الغابة، إذا بقيت هكذا تتفرج على باب الغابة، لن تحصل على أي شيء، لن ترى أي شيء. فابدأ العمل الآن، لا تفكر كثيرا، لا تفكر بالنتيجة، خذ وقتك بالتعلم والتزم يوميا. شكرا للمتابعة والاستماع، نلتقي لاحقا، مع السلامة.